هنتكلم في المحاضره دي عن مجموعه من التوبكس لها علاقه بريكونستراكشن في الفري دومين يعني الداتا اللي عندنا اللي هي اللي جايه لنا عشان نعمل بيها ريكونستراكشن لصوره جايه لنا في الفريكونسي دومين ومطلوب مننا ان احنا spatial السبيشال دومين ايمج فالتوبكس هنتكلم عليها اول حاجه ريكونستراكشن فروم uniformly سامبلد كي سبيس طبعا هو كي سبيس هو نفسه الفوريه ترانسفورم طبعا كي سبيس متعارف عليه في ال في الام ان هو الفوريه ترانسفورم او الفوريه دومين والناس بتاخده عموما في دومينز ثانيه من الام ار بنفس الطريقه فهو الكي سبيس بنتكلم عليه هو الفوريه دومين عشان الفريكوانسي فاريبلز بتبقى كي اكس وكي واي احنا شفناها في المره اللي فاتت في الفوريه اوبتكس كان عندنا اف اكس واف واي دي برضو طريقه ثانيه ان احنا نعبر بيها عن الفوريه دومين بس المتعارف عليه اكتر ان احنا نسميه كي اكس وكي واي اللي احنا بنسميه في الاخر كي سبيس Uh, هنتكلم عن ال projection slice theorem، هنتكلم على حاجه اسمها interlaced sampling وال interlaced Fourier transform، هنتكلم عن analytical Shape log and phantom اللي بنستعمله عشان نعمل بي ايفالويشن للطرق بتاعت ال reconstruction، وهنتكلم عن partial Fourier methods وال reconstruction from non-uniformly sampled k space. أول حاجة هنتكلم عليها هي ال reconstruction from uh, k space samples. بيسيكلي uh, بنتكلم على ان احنا عندنا uh, كذا ميديكال ايمج موداليتي بتطلع الداتا بتاعتها اصلا اللي هي الداتا بتبقى ميجرد في ال, في ال, في الموداليتيز دي بتبقى جايه اصلا في الكي سبيس بمعنى ان احنا عندنا بنعمل سامبلنج بدل ما بنعمل سامبلنج في التايم دومين او في ال في السبيشال دومين بنعمل سامبلنج في الفريكوينسي دومين او الكي سبيس الكي سبيس زي ما احنا قلنا هو الفوريه دومين وبنتكلم على ان احنا عندنا كي اكس وكي واي ممكن سامبلز تبقى يونيفورم بالشكل ده كده يعني مترتبه في شكل ماتريكس او ممكن تبقى حاجه نان يونيفورم بالشكل دوت كده شبه شكلها راديال او ممكن يبقى شكلها يونيفورم بس الدنسيتي بتاعت سامبلنج بتتغير من النص للبريفرال ارياز بتاعت الكفرج بتاعنا ممكن يبقى شكلها سبايرال ممكن يبقى شكلها مالتيبل سبايرال يعني انترليفد سبايرلز يعني كذا سبايرال انترليفد مع بعض يعني داخلين جوه بعض كده بالشكل ده طبعا في في الحقيقه في السي تي برضو باي تشانس كده بيطلع لنا برضو الداتا بتاعتنا زي ما هنشوف بتطلع لنا برضو على راديال سامبلنج جريد كده بالمنظر ده فالحقيقه الريكونستراكشن فروم كي سبيس سامبلز عندنا في طرق كتيره الحقيقه بس عامه كلها بتشترك ان احنا عايزين نحسب في الاخر الانفرس تو dimensional فوري ترانسفورم يعني في الاخر كل الطرق اللي هنتكلم عليها النهارده احنا بنعمل يعني تكنيكس عشان في الاخر نحسب الانفرس تو دايمنشن فوري ترانسفورم بتاع الداتا اللي عندنا طبعا احنا لو عندنا داتا بالشكل ده كده اعتقد كلنا سمعنا عن حاجه اسمها تو دايمنشنال اف اف تي او تو دايمنشنال دي اف تي اللي هو ديسكريت فوري ده سهل جدا ان هو ياخد داتا زي كده ويجيب لنا على طول الانفرس بتاعها يجيب لنا الصوره بمنتهى البساطه بس لما يكون عندنا حاجه نون يونيفورم سامبل بالشكل اللي احنا شايفينه هنا في كل الامثله الثانيه دي بيبقى في منتهى الصعوبه ان احنا نستعمل دي اف تي ولازم نلاقي طرق اخرى علشان نعمل الريكونستراكشن ده بطريقه سليمه وما يبقاش في ايرورز في الريكونستراكشن وفي نفس الوقت الحقيقه بيفرق معانا جدا ان احنا نعمل الريكونستراكشن ده في وقت يعتبر معقول علشان لو احنا عايزين نستعمل التكنيك ده في ريل تايم ابلكيشنز فالفكره تاني بتاع الايمج ريكونستراكشن ان عندنا سامبل كي سبيس عندنا مجموعه من النقط بتمثل الكي سبيس وعندنا السامبلنج باترن عامل ازاي يعني عندنا هنا دي الانتنسيتي فاليوز بتساوي كام وهنا الباترن نفسه بتاع السامبلنج عامل ازاي الايمج ريكونستراكشن سيستم بياخد الاثنين دول اللي هو النقط نفسها ونقط مكانها فين ويطلع لنا في الاخر سبيشال دومين ايمج اللي احنا عاوزينها اللي هي ريكونستراكتد ايمج في الحقيقه لما بنتكلم على الجزء بتاع الريديال سامبلنج بالذات في واحده من النظريات المهمه جدا في الفوري ترانسفورم اللي هي البروجكشن سلايس ثيورم او بعض الناس ساعات بيسموها السنترال سلايس ثيورم دي واحده من البروبرتيز بتاعت الفوري ترانسفورم والحقيقه بتريليت البروجكشن داتا في السبيشال دومين تو فريكونسي دومين يعني بتقول لنا ان احنا لو عندنا بروجكشن بالشكل ده كده طبعا البروجكشن زي ما احنا عارفين Uh, integration على لاينز يعني بيبقى عندنا مثلا سيرتن uh, يعني دايركشن كده بعمل فيه projection ده بتكلم طبعا parallel projection فكل واحده من الريز بتعمل البروجكشن دي بعمل انتجريشن لكل النقط اللي عليها وفي الاخر احطها نقطه هنا واعمل انتجريشن لكل النقط اللي على الخط ده واحطها نقطه هنا وهكذا في الاخر بيطلع لي بروفايل كده بدل ما كان عندي تو dimensional image بقى عندي وان dimensional profile كده بيقول لي البروجكشن بتاعي في الدايركشن ده بيساوي كام يعني. فطبعا يعني البروجكشن ده طبعا هو ده الحاجه اللي بنشوفها فعليا في السي تي لان هو سي تي قايم على حاجه بالشكل ده كده طبعا هنتكلم بعد كده في محاضره خاصه على السي تي لان في بعض الانواع الجديده دلوقتي ما بتعملش بارل بيم بروجكشن بتعمل حاجه شكلها فان Beam بتبقى طبعا نظريه مختلفه شويه بس في الاخر هنقدر نريليت الكلام ده في الاخر لحاجه زي بارل بيم بروجكشن بالشكل ده فعامه البروجكشن بتاع اي ديتا هو ان احنا بنقلل دايمنشن من الداتا لو عندي مثلا 3 دايمنشن داتا بعمل لها بروجيكشن أطلع 2 دايمينشن فالفكره دلوقتي ان احنا يعني في البروجيكشن سايد ثيوريم دي ان احنا لو عندنا 1 دايمينشنال فوريت ترانسفورميشن اوف ذا بروجيكشن اوف ان ايمج ات انجل ثيتا هنلاقيها انها بتساوي السلايس بتاع 2 دايمينشنال فوريت ترانسفورم ات ذا سيم انجل يعني ايه الكلام ده احنا اول حاجه دي البروجيكشن بتاعتنا دي البروجيكشن بتاعتنا في الايه في السبيشال دومين لو خدنا فوريه ترانسفورميشن للبروجكشن دي هتطلع لنا عباره عن سلايس ودي كلمه مهمه جدا لتو دايمنشن فوريه ترانسفورم سلايس معناها ان هي عباره عن راديال لاين بيمر بالسنتر بتاع الكي سبيس خلينا نشوف الكلام ده بطريقه الستريتيف اكتر شويه لو انا عندي دلوقتي البروجكشن بتاعتي بالانجل اللي هي ثيتا اللي بالشكل ده كده هنلاقي ان في الاخر بيطلع لنا بروجيكشن بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده لو انا خدت للبروجيكشن ده فور اي ترانسفورم اوكي وقارنته بقى بالكيس سبيس بتاع الصوره نفسها هلاقي ان هو خط في الصوره ده حاجه طبعا بالنسبه لنا حاجه ميجور لان احنا بيسكلي لو احنا عملنا كذا بروجيكشن بقى في كذا دايركشن افكتيفلي اكن احنا بناخد خط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا يعني خطوط بقى بنعمل ريديال سامبلنج للكيس سبيس بتاعنا كل واحده من البروجكشنز بتجيب لنا خط في الكيس سبيس وخط مش اي خط ده بنسميه سلايس لان هو بيمر بالسنتر بتاع الكيس سبيس بيمر بنقطه 0 0 اوكي فكل خط من دول لو انا حطيته جنب التاني في الاخر اقدر اكون الكيس سبيس كله وانس ان انا كونت كيس سبيس كله اقدر ريكونستراكت واطلع الصوره بتاعتي فطبعا البروجكشن سلايد ثيورم او سنترال سلايد ثيورم واحده من الكي يعني ثيورمز اللي الناس معتمده عليها أو اعتمدت عليها كتير الحقيقه في الريكونستراكشن بتاع السي تي وبرضو في بعض الاحيان كان الناس بتستعملها برضو في الام ار اي لانها لها امبليكيشنز يعني بتبسط العمليه جدا 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 لانها بتحولها في الاخر لريكونستراكشن بروسيس في الـ في في الفوري دومين ودي بتبقى عاده اسهل من الريكونستراكشن في السبيشال دومين. ناخد بقى مثال رياضي للكلام ده يعني نثبت النظريه دي كده في حالتين خاصتين كده يعني نشوف لو احنا عملنا بروجكشن فيرتيكال وبروجكشن هوريزونتال ايه اللي هيحصل اوكي فلو احنا دلوقتي فاكرين الفوري ترانسفورم الايكويشن بتاعته كانت عامله ازاي الايكويشن بتاعته كانت عامله بالشكل ده كده اف كابيتال اوف كي اكس ان كي واي بتساوي انتجريشن اوف اف اوف اكس ان واي اي تو ذا ماينس جي 8 اي سباي كي اكس في اكس في كي واي كي واي واي دي اكس دي واي لو انا جيت دلوقتي بقول ان انا عايز اعمل يعني سلايس للحاجه اللي موجوده عندي هنا دي عايز سلايس عند كي اكس بتساوي زيرو يعني بجيب الخط اللي بيمر بالظبط كده بالزيرو بس فيرتيكال يعني هو ده عباره اكني باخد الواي اكسس الواي اكسس والاكس اكسس هما الاثنين كل واحد فيهم بيمثل سلايس بس واحد سلايس عند انجل زيرو وواحد سلايس عند انجل 90 درجه فلو انا خدت السلايس اللي هي الايكويشن بتاعتها كي اكس بتساوي زيرو اللي هي عباره عن الواي اكسس هنعوض هنا كي اكس بتساوي زيرو احط هنا زيرو في الايكويشن دي لو حطيت هنا زيرو هحط برده هنا زيرو اوكي في الايكويشن دي يبقى عندي في الاخر الترم اللي موجود هنا بس موجود عندي ايه موجود عندي هنا الايه موجود عندي الجزء بتاع الواي وبس فمعنى كده الانتجريشن بتاع الدي اكس ممكن نعديه من الاي تو ذا ماينس جي تو اي دي نحطه هنا كده يبقى في انتجريشن بتاع الاكس لوحده خالص ما فيش مضروب بقى في كومبلكس اكسبوننشال بتاع الفوريه لان احنا ضربنا او خلينا كي اكس بتاعتنا بتساوي صفر لو احنا بصينا الايكويجن دي كده احنا بنتجريت الونج الاكس يبقى معنى كده احنا بناخد بروجكشن الونج الاكس اوكي فبيسكلي احنا بناخد كده يعني البروجكشن بتاعتنا هي عباره عن البروجكشن اللي عند الانجل 90 درجه اوكي فبيسكلي بيطلع لنا في الاخر ان بيطلع لنا في الاخر الكلام ده في الاخر عباره عن السلايس اللي عند انجل 90 درجه لو انا حطيت بقى العكس بقى لو انا حطيت كي واي بتساوي صفر يعني احط هنا كي واي بتساوي صفر عشان اخد السلايس اللي هي عباره عن الهوريزونتال لاين اللي هو عباره عن الاكس اكسس هلاقي عندي ان نفس الحكايه ممكن تطلع يبقى انتجريشن اف اوف اكس اند واي دي واي اللي هو عباره عن البروجكشن بتاعتي في اتجاه الايه في اتجاه الواي وفي الاخر هي فعلا بتمثل في الاخر الايه بتمثل في الاخر ايه السلايس بتاعتي اللي ايه؟ اللي إيه 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 عند انجل عند انجل زيرو. اوكي؟ فبيسكلي احنا بنتكلم هنا دلوقتي ان احنا عندنا الـ يعني الفوري ترانسفورم بتاع البروجكشن بيطلع لنا سلايس. فدي واحده من الامثله ما هياش اثبات رياضي للنظريه بس هي احنا بناخد مثالين كده عشان يقربوا لنا الفكره شويه ما نبقاش ما تبقاش الفكره بعيده عننا قوي. طب لو احنا دلوقتي عندنا جنرال بروجيكشن انجل يعني عندنا الانجل بتاعتنا ما هياش لا 0 ولا 90 عايزين نحطها في 45 ديجريز طب نعمل ايه؟ طبعا هنا ممكن نستغل بروبرتي ظريفه جدا في الفوري ترانسفورم اللي هي الروتيشن بروبرتي الروتيشن بروبرتي بتقول لنا حاجه لطيفه جدا احنا لو عندنا الفوري ترانسفورم لو دي عند يعني ده ده الصوره بتاعتنا كده والفوري ترانسفورم بتاعها شكله كده لو انا عملت لها روتيشن ب 45 درجه الصوره دي الفوري ترانسفورم هيلف بنفس الانجل يعني ده هيلف 45 درجه بنفس الانجل فمعنى كده ان انا ممكن نفس الحاجه عند اي انجل بقى اروتيت الصوره كويس وابص على الفيرتيكال ابص على الفيرتيكال بروجكشن فساعتها هتديني ب... يعني الحاجه اللي موجوده هنا دي اللي هي مقابله لل... للانجل بتاعتي اللي هي اللي هي كانت يعني اللي هي السلايس المقابله للانجل بتاعتي اللي هي هنا دي هتبقى هي دي السلايس بتاعتي اللي موجوده عند انجل 45 درجه يعني هنا بدل ما انا هاخد 45 درجه كده لا ده انا هلف في الاوبجكت كله واخد نفس البروجكشن برضو فيرتيكال اوكي ففي الاخر نقدر نثبتها برضو الحقيقه نقدر نثبت بقى نفس الكلام لاي انجل بدلاله بقى ان احنا عرفنا نجيب البروجكشن بتاع الزيرو 90 ديجريز اوكي ففعليا هنلاقي ان احنا عندنا الزيرو بيجيب لنا الخط دوت و90 درجه اللي هي العكس بقى لو احنا لففنا 90 درجه هتجيب لنا الخط دوت اوكي في السلايس دي لو 45 درجه جبنا الخط اللي في النص ففعليا احنا دلوقتي يعني جبناه ان احنا من الزيرو من معلوميه الزيرو ان الفوريه ترانسفورم بتاعه كده وان السلايس بتاعته كده لما لففنا 45 درجه بقت السلايس كده لما لففنا 90 درجه يعني شفتوا دي كده لفت 45 مره دي بعد كده لفت بقى بعد كده بقت 90 درجه كويس السلايس بتاعتنا كده لو احنا عايزين بقى نحطهم كلهم في رسمه واحده هنلاقي ان دي يعني رجعها بقى مكانها تبقى 45 درجه هنا كده ودي نرجعها مكانها تبقى ايه 90 درجه هنا كده اوكي ففي الاخر نقدر نثبت عموما لجنرال انجل بنفس الاثبات بتاع الزيرو او 90 درجه ان احنا نقدر نطلع برضو السايس بتاعتها بدلاله النظريه اللي احنا اثبتناها بتاعه الزيرو او 90 درجه لان هي عباره عن روتيتد فيرجن من الايه من نفس النظريه دي فالحقيقه الابلكيشن بتاعها المهم جدا هو الابلكيشن الموجود في السي تي لان البروجكشن داتا بتاعتنا زي ما احنا شايفين احنا بنعمل كذا انجل كده البروجكشن داتا بتاعتنا بتطلع لنا في الفريكونسي دومين بتطلع حاجه شكلها فعلا راديال سامبل كده بتمثل لنا سلايسز موجوده عندنا في الايه؟ في الـ في الكي سبيس او موجوده عندنا في الفريكونسي دومين. طبعا طبعا مش سهل ان احنا نحسب الصوره من الريبريزنتيشن دوت هنشوف بعد كده ازاي نعمل الكلام ده ده طبعا يعتبر نون يونيفورم سامبلنج فما ينفعش نستعمل الديسكريت فور اي ترانسفورميشن عشان نقدر نحسبه فمحتاجين ان احنا ناخد دوت نعمل له حاجه زي انتربوليشن كده او نعمل له جريدنج يعني ناخد دوت ونحسب النقط في النص كلها على لينير جريد كده على حاجه شكلها ماتريكس كده نحسبها بقى بانتربوليشن من النقط اللي موجوده عندنا دي وبعد كده من النقط دي نجيب بعد كده ايه نجيب بعد كده الصوره بتاعتنا مش هيبقى فيها مشكله طبعا واحده من الابلكيشنز برضو ان احنا ممكن نعملها ان احنا برضو يعني نشوف برضو ابلكيشن بتاع حاجه زي كده مثلا في الام ار اي الام في عندنا بعض التراجكتوريز بتاعه الكيس بيس ممكن تجيب لنا برضو راديال سامبلنج بالشكل ده فالحقيقه ريديال سامبلنج اللي هو بالشكل ده مش موجود بس في سي تي لا ده موجود في كذا ابلكيشن تانيين كمان نبدا بقى نتكلم على reconstruction from non uniformly sampled case space هناخد الاول حاله خاصه بيبقى فيها non uniformity بس بتبقى محدوده شويه لحد ما يعني احنا دلوقتي بيبقى في عندنا بعض التراجكتوريز في الـ في الام ار اي مثلا بتدينا سامبلنج بالباترن ده كده شكل زيجزاج كده او ممكن يبقى نفس الشكل ده عباره عن ساينسويدال هنا كده فزي ما احنا شايفين كده السامبلنج بتاعنا منتظم بس الباترن نفسه اللي بنعمل عليه سامبلنج ماشي في شكل زيجزاك. فممكن نلاقي ان احنا لو بنحسب تو دايمنشنال فوري ترانسفورميشن هنلاقي السامبلنج في الدايركشن ده كده الدايركشن اللي هو الهوريزونتال الدايركشن بتاع الكي اكس هنلاقيه يونيفورم بس الدايركشن بتاع الواي هنلاقيه نون يونيفورم نون يونيفورم ليه؟ لان احنا هنبص كده نلاقي ان احنا بدل ما كان عندنا السامبلز المسافات بينها وبين بعضيها كلها زي بعض لا ده هنا هلاقي ان كل اثنين جنب بعض وبعاد عن الثالثه بعاد عن اللي بعديهم هنلاقي واحده ايفن واحده اود Uh, واحدة, واحدة odd واحدة even وبعد كده ال odd اللي بعد كده تلاقي مسافتها اطول عن ال-even uh, ال من اللي بعديها فطبعاً دي كده بيبقى بنسميها interlace for transformation ولها الحقيقة فورميلا مخصوصة الحقيقة ممكن احنا نتعرض ليها طبعا احنا بيبقى في عندنا الحقيقه يعني المسافه اللي هي بتاعه السامبلنج بتاعتنا دي لازم تبقى زي بعضيها يعني الاثنين دول مسافتهم عن بعض زي مسافه الاثنين دول زي مسافه الاثنين دول ومسافه النقطه البيضاء من النقطه البيضاء يعني كل النقط الايفن مسافتها عن بعض ثابته والنقط السوداء مسافتها عن بعض ثابته فطبعا دي حاجه يعني يعني لو عندنا باترن بالشكل ده كده بنقدر نحن نعمل ريكونستراكشن وفي الحقيقه أو من اوائل البيبرز اللي اتكلمت على الموضوع ده البيبر اللي هي انا عامل لها سايتيشن هنا كده دي انا بنصح الناس كلها انها تقراها لان هي فعلا فيري انترستنج بيبر يعني كانت بتاخد الخط اللي هو ده وتعمل لنا طريقه علشان تحسب لنا الفوري ترانسفورم بتاع الخط ده طبعا احنا لو بنعمل تو دايمينشن فوري ترانسفورميشن زي ما احنا فاكرين من الحاجات بتاعه الايمج بروسيسنج ان بيبقى عندنا بناخد فوري ترانسفورميشن في اتجاه الاكس لكل لكل الروز وبعد كده بنعمل فوري ترانسفورميشن لكل الكولومز فاحنا دلوقتي الفوري ترانسفورميشن بتاع الروز ده في منتهى البساطه لان الداتا بتاعتي يونيفورملي سامبل في اتجاه الايه في اتجاه الكي اكس المشكله بقى في الفوري ترانسفورميشن الثاني ده هو اللي محتاج شغل اوكي فهنتكلم دلوقتي على اكن عندنا خط بالشكل ده كده, كده؟ اكن عندنا وان دايمينشنال سيجنال بالشكل ده كده ونشوف نحسب لها ازاي الفوري ترانسفورميشن بعد كده بقى نبتدي نابلاي الكلام ده على التو دايمينشنال كيس ان احنا ناخد كل خط بقى من دول ونستعمل نفس الطريقه عشان نحسبه فهناخد دلوقتي الخط اللي هو آآ آآ معمول فيه انترليس سامبلنج هلاقي فيه ان كل طبعا تو تو بوينتس ورا بعض كده بالشكل ده كده طبعا النقط اللي هي المربعة دي بسميها اللي هي الاود بوينتس والنقط المدوره هي الايفن بوينتس في الحقيقه عندنا فورميلا موجوده في الكتاب بتاع بريسويل وكانت سايتد في الـ في البيبر اللي انا يعني كنت بتكلم عليها كريفرنس الحقيقه البيبر دي بتدينا طريقه ان احنا ازاي ان احنا نحسب في الاخر الفانكشن اللي جايه سامبل بالشكل ده الفوري transformation بتاعها سامبلد بالشكل ده كده طبعا انا راسم الرسمه دي جي جي كابيتال اوف كي واي فيرسس كي واي اوكي لان احنا دلوقتي بنتكلم على الخط اللي في اتجاه الكي واي فالحقيقه الطريقه دي بيعمل حاجه لطيفه جدا بيحاول ان هو ياخد الفوري ترانسفورميشن بتاع النقط الايفن بس او النقط الاود بس ونقطة الايفن بس ويسمي النقط اللي هي الفوري ترانسفورميشن بتاع النقط الايفن هنسميها جي ايفن اوف واي اللي هو الانفرس فوري ترانسفورميشن بتاع النقطه المربعه مع النقطه المربعه مع النقطه المربعه مع النقطه المربعه, مع النقطة المربعة وهكذا النقط دي الحقيقه زي ما احنا شايفين كده مسافتها عن بعضها ثابته بس مشكلتها ان السامبلنج ريت بتاعها الحقيقه قليل يعني بنتكلم على نص السامبلنج ريت اللي المفروض يكون فطبعا ممكن بالنسبه لنا يبقى فيه اليسنج اوكي نفس الكلام بالنسبه للجي اوت الجي أود باخد النقطه المدوره مع النقطه المدوره مع النقطه المدوره كل النقط اللي هي يعني بتكلم مثلا عن النقطه نمره 2 و4 و و8 و, و, و وهكذا باخد لهم انفرس فوري ترانسفورميشن واطلع جي اد دي اوكي بحط بقى الفورمولا دي بحط يعني بحسب حاجه زي تو فانكشنز كده جي اوف واي واتش اوف واي ومنهم في الاخر اقدر احسب الحل النقط دي بتتحسب علشان في الاخر تحاول الالياسينج اللي حاصل في الـ في الايفن وفي الاود فانكشنز دول تحاول ان هي تشيله بينهم بحيث في الاخر اقدر احصل على الفانكشن الاصليه بتاعتي ما تكونش فيها الياسينج خالص فالحقيقه بيبقى التيرمز اللي فيها بيبقى فيها دلتا تي دلتا تي المسافه اللي بين النقطه الايفن والنقطه odd النقطتين دول المسافتين المسافه اللي هي الصغيره دي هي الدلتا تي كابيتال تي اللي هي السامبلنج بتاع كل واحده من الايفن odd اللي هي المسافه بين المربع والمربع او المدور والمدور وهنلاقي عندنا في نفس الكلام موجود هنا برضو هنلاقي عندنا في الحقيقه جزء بتاع الدلتا اللي هو الجزء بتاع الالفا دوت الفا ده بناخده بناقص واحد لما يكون واي اكبر من او تساوي صفر وناخده بواحد لما يكون واي اقل من الصفر يعني بكون بحسب هنا واي قيمه واي اكبر من الصفر اكبر من الصفر أكبر او تساوي صفر باخد قيمه الالفا اللي في الاكسبوننشال فوق الكومبلكس اكسبوننشال اللي فوق دوت باخدها بناقص واحد لما اكون بحسب قيمه واي اقل من الصفر باخدها ببلس واحد في كل الايكويجن دي اوكي فانا بعوض في الايكويجن دي وفي الاخر بحصل على حاجه تبقى في الاخر عباره عن كونكاتينيشن لمجموعه من الاجزاء اللي هي بتاعه الجي والاتش يعني مثلا الواي بعتبر ان السبورت بتاعها من ماينس ال واي على 2 لغايه بلس ال واي على 2 فباخد اول ربع من ماينس ال واي على 2 لغايه ال واي على 4 ماينس ال واي على 4 اللي هو عباره عن ربع 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 المسافه بتاعه واي اللي هي السبورت بتاع واي باخدها عباره عن اتش اوف واي بلس ال واي على 2 يعني عباره عن shifted فيرجن من اتش اتش اللي هي دي وبحط الجزء اللي في النص اللي هو من ماينس ال واي على 4 لغايه ال واي على 4 باخده هي جي واي بالظبط زي ما هي اوكي في الرينج في دوت بعوض يعني من الرينج بتاع واي هنا لما تكون مثلا واي بتساوي صفر احط هنا واي بتساوي صفر واحسب جي بتساوي كام يبقى هي نفسها الجي المظبوطه بتاعة الايه فوري ترانسفورم بتاع الشكل كله بيساوي كام والجزء الاخير بقى هو الربع الاخير دوت اللي هو من بلس ال واي على 4 لغايه بلس ال واي على 2 بناخده عباره عن شيفتد فيرجن من اتش بس بالعكس بقى يعني هنا كنا عاملين بلس ال واي على 2 كنا عاملين شيفت للرايت right. اوكي هنا عاملين شيفت ليفت هنا عاملين اسف هنا شيفت شيفت ليفت وهنا شيفت رايت right. اوكي فبيسكلي احنا بنتكلم هنا على تو شيفتد فيرجنز من الاتش بتاعتنا وبناخد الرينج بقى اللي هو ربع السبورت بتاع واي من الايه من الاتش زي ما هي خلينا نشوفها بشكل جرافيكال عشان اتخيل احسن. دي مثلا الشكل اللي قصادنا دوت ده عباره عن ده مثلا ده عباره عن اللي هو الفوري ترانسفورميشن بتاع الايفن بارت او الاود بارت الاثنين بيطلعوا شكلهم اليس بالمنظر ده اوكي فاللي بيحصل دلوقتي ان احنا شكل زي ما احنا عارفين زي ما احنا شايفين كده لو انا خدت واحده بس لايفن او اود هيطلع شكلها اليس بالشكل كده انا عايز اطلع بس الشكل اللي هو الاصلي بتاعي اللي ما فيش فيه اليسنج لما بحسب الجي والاتش بتوعي الجي بتطلع لي في الرينج اللي في النص شكلها عامل كده والاتش بتطلع لي شكلها عامل كده في الرينج اللي هو في ال واي على 2 اللي هو من ماينس ال واي على 4 ال واي على اللي هو نفس الرينج اللي في النص ده كده اوكي فلو انا خدت الرينج ده حطيته في النص كده هيطلع فعلا مظبوط دول بقى مره بشفيته آه يعني آه شمال هنا ب ال واي على 2 يعني ده بيتنقل يبقى هنا فيجيب لي الجزء دوت اوكي ومره بعمله شيفت الناحيه الثانيه فيجيب لي دوت اوكي ففي الاخر بكون انا بقى من التلات اجزاء اللي هم اللي قدامي دول اللي هو ده والجزئين اللي هنا حسب انا باخد شيفت قد ايه بكون بقى الشكل الاصلي بتاعي شكله عامل ازاي طبعا الانترنيس فري ترانسفورميشن هي له تطبيقات كتيره لان السامبلنج باترن بتاع الام ار اي عاده في العاده بيبقى عشان سهوله التراجكتوري بتاعنا في الامبلمنتيشن كجريديانت بيستحسن ان هو يتعامل كساينوسويدال او ك يعني حاجه يبقى فيها سموث ترانزيشن ما تبقاش حاجه فيها شارب ترانزيشن عشان تديني ريكتانجلر سامبلنج او ريكتلينير سامبلنج فاللي بيحصل فعليا ان انا يعني دايما بيبقى عندي ساينسودال باترن ده بيبقى فيه فعلا نقط مختلفه عن نقط في السامبلنج ريت فبستعمل بقى الانترليس فور ترانسفورميشن في الدايركشن بتاع الكي واي ال عشان اقدر احسب الفوري ترانسفورم في الدايركشن ده في الدايركشن بتاع الكي اكس زي ما كنت بقول هي يونيفورم سامبلنج ما عندهاش اي مشكله خالص فاحنا بناخد يعني في الفوري ترانسفورميشن بتاعنا في ال في اتجاه الكي اكس ناخد فوري ترانسفورميشن عادي خالص دي اف تي عادي خالص اوكي 1 ديمشنال وبعد كده ال 1 ديمشنال فوري ترانسفورم اتجاه ال كي واي بقى بنعمله بالانترريس فوري ترانسفورميشن عشان نطلع ال 2 inverse انفرس Transformation ترانسفورميشن بتاع الصوره كلها. في الحقيقه واحده من الحاجات اللي لازم نتعرض ليها الحقيقه هي ازاي ان احنا نتست الالجوريتمات بتاعتنا. فالحقيقه واحده من الفانتومز المهمه جدا اللي الناس كلها تقريبا بتستعملها في الـ في الميديكال ايمجنج هي حاجه بنسميها الشيب لوجان فانتوم دي متسميه باسم التو اوثرز اللي هم عملوها بروبوزيشن في, في السبعينات والحقيقه يعني عملوا الديزاين بتاعها عباره عن مجموعه من الالبسز والدواير وكل واحده فيهم لها انتنسي معينه ولها مكان معين ولها اكستنت معين ولها سنتر معين الكلام ده كله في الاخر بنلاقيه في تيبل ونقدر منه الحقيقة نحسب دوت ونقدر نرسمه ومش بس كده كمان هنستعمله عشان نحسب كمان حاجة بنسميها analytical شيب logan phantom فالحقيقة ده كان بيستعمل في الاول خالص علشان يسميلات الهيومن head في الريكونستراكشن بتاع السي تي بس اكشوالي طلع بعد كده ان هو مفيد في حاجات كتيره ثانيه almost ف... في الام اي تقريبا معظم الناس بتستعمله وتقريبا كل الناس بت... تقريبا في كل المودلتيز بتستعمله ان هو فعلا فيري يوسفول وناس تعرفت ان هو يعني واحد من الفانتومز اللي بتبين بعض الكاركترستيك بتاعت الصوره اللي صعب انك انت تجيب صوره عشان ت... ت... تعملها لك. فزي ما كنت بقول الحقيقه الفانتوم متعرف بمجموعه من الاليبسز اوكي وكل واحد من الاليبسز له سنتر ولو ميجر اكسس ولو ماينر اكسس ولو ثيتا يعني ممكن يبقى rotated بانجل معينه Okay. ولو جري ليفل يعني لو جري ليفل برقم معين طبعا جري ليفلز طبعا الناس متعوده انها تبقى من 0 ل 255 لا مش شرط احنا بنحطه بفاليوز بتبقى ريل نمبرز وبعد كده في الاخر الحقيقه في reconstruction بنعمل سكيلنج في الديسبلاي بتاعنا بحيث ان احنا نعرض الصوره بشكل مظبوط طبعا في الام ار اي اكشولي يعني الدنيا ما هياش زي السي تي سي تي اكشولي السي تي نمبرز دي ابسولوت نمبرز ابسولوت معناها ان الرقم نفسه لو واحد قاسه في كذا مكنه هيطلع نفس الحاجه انما يعني نفس النقطه في الصوره المفروض تطلع نفس الحاجه في كل المكن في الام ار لا ما تطلعش كده فالام ار اي هو ريلاتيف فاحنا الصوره بتاعتنا الماجنتيود بتاعنا راح ضربناه في رقم ما بيبقاش فيه اي فرق خالص فاحنا بالنسبه لنا بالنسبه للام مثلا لو احنا هنشتغل في الام ار اي في ريكونستراكشن يبقى بالنسبه لنا جري ليفلز دي هي ريلاتيف لبعضها بس مش اكتر ما بيهمناش حاجه اكتر من كده طبعا نلاحظ ان احنا عندنا كان في الصوره في بعض الحاجات كان فيها دوائر الحقيقه الدوائر هو كلها زي ما احنا شايفين كده بيتكلموا على الابسز لا لا لها نفس الميجور والماينور اكسيز يبقى معنى كده ده دايره اوكي فبنتكلم على ان هو عامل جنرال ريبريزنتيشن لكل الشيبس الموجوده في شكل الابسز وبعد كده لو لو حصل حاله خاصه من الابس يبقى الشورت اكسس واللونج اكسس الاثنين قد بعض يبقى في الحاله دي بقت دايره بس هو فعليا واخد الحاله العامه وبعد كده بيدرب منها الحاله الخاصه في التيبل فدلوقتي مهمتنا بقى ان احنا عايزين امبلمنت الفانتوم دوت علشان نقدر نستعمله في الكاركترايزيشن بتاع الكونستراكشن الجوريزمز ونقدر ان احنا نطلع منه حاجه ما نقدرش نطلعها بفانتوم تاني فالفكره بقى ان احنا عايزين نعمل حاجه بنسميها اناليتيكال شيب لوجان فانتوم اناليتيكال دي كلمه مهمه جدا ولازم نبقى حاطين تحتها 100 خط اناليتيكال دي مش معناها ان انا يعني زي ما كنت مثلا متخيل مثلا ان انا الشيب لوجن ده عباره عن صوره وانا بنقل الصوره دي وبحطها وبستعملها او لو انا مثلا عايز اعمل سامبلنج لكيس سبيس يبقى باخد الصوره دي احسب لها تو دايمينشنال دي اف تي وفي الاخر اعمل لها سامبلنج بقى في الفري دومين أكشن ما هياش كده خالص لان احنا فعليا عايزين نطلع حاجه مقابله للحاجه اللي بتحصل في الواقع وهي ان احنا بنعمل سامبلنج للكونتينيوس فوري ترانسفورم مش للديسكريت فوري ترانسفورم طبعا في فروقات بين الاثنين ممكن طبعا نرجع لها في الجزء بتاع الديش سيجنال بروسيسنج كورس بس عموما من ال يعني كملخص للفرق بينهم ان احنا في الديسكريت فوري ترانسفورم بنعمل اسامبشن بتاع بيريوديسيتي يعني بنأسيوم الداتا بن بن بتاعتنا اول حاجه انها سامبلت ثاني حاجه انها بيريوديك احنا في الكونتينيوس فري ترانسفورميشن ما بنحطش الاسامبشنز دي خالص فمعنى كده ان احنا بيطلع لنا كي سبيس بيبقى ماس انفينيتي لانفينيتي وان الاوبجيكتس بتاعتنا ممكن نعمل لها سامبلنج في اي مكان بالنسبه للسبيس وبالنسبه للتايم بالنسبه للسبيس وبالنسبه للكي سبيس يعني بمعنى انها كونتينوس فانكشن في الـ time... في التايم في السبيشال دومين وكونتينوس فانكشن في الفريكونسي دومين او في الكي سبيس دي مهمه بالنسبه لنا ليه بقى لان احنا لو عايزين نعمل سامبلنج ونشوف الافكت بتاع الكفريدج بتاع السامبلنج ده يعني انا خدت كميه قد ايه من الكي سبيس أه ببقى محتاج اعرف ان انا أه يعني اتعامل مع كيس بيس يبقى infinite عشان لما اخد منه جزء صغير يبين لي اذا كان الجزء الصغير ده كفايه ولا مش كفايه ويبتدي يظهر لي بقى الحاجات اللي بشوفها في الواقع زي الجيبس رينجنج مثلا اللي هو بيبقى في عندي بعض الحاجات اللي بتحصل نتيجه ان انا باخد كيس بيس قليل شويه فبيحصل رينجنج كده عند الادجز ان انا مش واخد كفايه من الهاي فريكونسي components فبيطلع لي بعض المشاكل كده ناحيه الادجز او بيطلع لي شويه بليرنج كده في الصوره فالحاجات دي ما تظهرليش لو انا بستعمل سامبلنج لتو دايمن دي اف تي وفي الوقت نفسه لو انا عايز اعمل نون يونيفورم سامبلنج لو عايز اعمل مثلا راديال تراجكتوري او عايز اعمل سبايرال تراجكتوري ازاي ان انا اعمل سامبلنج بتراجكتوري زي كده ما هواش على ريكتيلينير جريد وسامبل بي جريد لو انا عندي ماتريكس الماتريكس دي بتبقى لها uh, 1 و واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لو انا جيت قلت لك لو سمحت هات لي الماتريكس انتري اوف واحد ونص وواحد ونص هل في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها كده فعلياً احنا عندنا في ليميتيشنز في تو دايمينشن دي اف تي ان هو عنده نقط محدده عنده فيها الفاليوز ما يقدرش يحسب نقط اللي في النص ولو حسبتها بانتربوليشن مش هتطلع دقيقه اوكي فاحنا بيسكلي اللي عايزين نعمله دلوقتي عشان يطلع حاجه دقيقه بقى ان انا هاخد الشيب لوجن فانتوم اللي هو متعرف بمجموعه من الالبسز وهجيب لكل واحده فيهم الاناليتيكال فوريه ترانسفورميشن اللي هو عباره عن ال-expression بقى بتاع الفوريه ترانسفورميشن بتاع الالبس بالمواصفات بتاعه الالبس الموجوده عندي في التيبل وفي الاخر اعمل له سامبلنج بقى بالشكل اللي انا عايزه، مش هيبقى فيها مشكله، فساعتها اقدر اعمل اربيتري سامبلنج وجنريت بقى يونيفورملي لي نون يونيفورملي سامبل داتا يعني فور يعني حقيقه تبقى كلوز للايه؟ للريل داتا جنريشن، اوكي؟ فطبعا الابلكيشن بتاعت الكلام ده الحقيقه ممكن نستعملها مثلا في الريدري سامبلنج زي السي تي او في الام مثلا زي السبايرال او الراندم سامبلنج. والحقيقه دي بتستعمل عاده كستاندرد لكل الايفالويشن بروسيجرز في الايمج كونستراكشن ميثودز والحقيقه لما بكرر تاني نحن سامpling shape image ان احنا بنعمل سامبلنج للشيب لوجن ايمج او الفوريه ترانسفورميشن بتاع الديسكريت فوريه ترانسفورميشن بتاعها ده بيبروفايد انكوريكت كيس سبيس سامبلز فما نقدرش ان احنا نعتمد عليها في الايفالويشن بتاعنا يعني ممكن الاخطاء تبقى جايه لنا من السامبلز اللي احنا بنستعملها عشان ايفالويت مش من الطرق نفسها فبتدينا بايس كده او بتدينا ايرور سورس كده ما احنا مش نحب نكون موجود في الايفالويشن بروسيجر بتاعتنا كبروسيجر بقى عشان نعملها هنعملها ازاي آه كستارتنج بوينت هنعمل اناليتيكال آه transformation ترانسفورميشن لاربيتري اليبس ونستعمله بعد كده ندرايف كي سبيس لكل الشيب لوجن اليبسز او السيركلز الموجوده يعني ايه يعني انا دلوقتي هاخد آه عايز احسب الفوري ترانسميشن لالبس باربيترري ااا آه، اربيترري ااا آه، ااا آه، آه، سنتر اربيترري آه، آه، يعني لونج وشورت اكسيز اوكي و... واربيترري انجل فنعملها ازاي دي بقى؟ نعملها ان احنا اول حاجه احنا عارفين من الفوري اوبتكس لما شفنا الفوري ترانسميشن بتاع سيرك اللي هو عباره عن سيرك سيركل فانكشن اللي هي عباره عن سيرك اوف ار، ار طبعا اللي هي عباره عن سكوير روت اوف اكس سكوير بلس واي سكوير، كان الفوري ترانسميشن بتاعها بيطلع حاجه بنسميها جينك فانكشن. جينك فانكشن بيبقى فيها جي اللي هي باسل فانكشن اوف ذا فيرست اوردر او فيرست كايند، و اوف 2 باي رو على رو، رو هي عباره عن السكوير روت بتاع كي اكس سكوير زائد كي واي سكوير، ده عباره عن ال ال احنا بنتكلم طبعا بولر سامبلنج فده عباره عن ال ال اللي هو البولر سامبلنج في الايه؟ في الكي سبيس. فلما باخده بالشكل ده كده انا ممكن بعمل سكيلينج سكيلنج للاكس والواي هنا زي ما انا عاوز احط اكس على ايه وواي على بي علشان في الاخر اعمل سكيلنج بقى للسيركل دي عشان تبقى الالبس اللي انا عايزه لان احنا عارفين ان الالبس عباره عن مجرد ان انا بعمل سكيلينج لدايره يعني بخلي الاكس اكس بتاع الدايره مثلا لو خليته مقسوم على اتنين مثلا يبقى انا عملت كده يعني خليت ال السيركل بتاعتي ما بقتش سيركل دلوقتي بقت اليبس يعني ما استطاله في الاكس اكسس بقت بدل ما هي تقف عند واحد تقف عند اثنين دلوقتي فمعنى كده ان انا فعليا بقدر ان انا احول السيركل بتاعتي الالبس بالشكل ده ففعليا انا بحط هنا الاي والبي دول هما الميجر والـ Minor اكسس بتوعي بتوع الـ بتوع بتوع الالبس اوكي لو انا جيت حسبت الفوريه ترانسفورميشن بقى بستعمل الفوريه سكيلينج بروبرتي اللي احنا اتكلمنا عليها برضو في الجزء بتاع الفوريه اوبتكس هنلاقي ان الفوريه ترانسفورميشن بيطلع بالاكسبريشن ده احنا هنا لو قسمنا على ايه بنضرب بقى العكس الناحيه الثانيه بيضرب الكي اكس ال والكي واي في ايه وفي بي اوكي فبيطلع لنا في الاخر اكسبريشن بالشكل ده كده من الاكسبريشن ده بقى احنا دلوقتي نقدر لو احنا عايزين نعمل له بقى بعد كده آه يعني نجمع بقى الاي والبي بتاع كل واحده من ال بتاع كل واحده من الألبس دي نقدر نحسبها ولو عايزين نعمل شيفت طبعا عارفين الشيفت في الاخر في الفوري ترانسفورميشن بيعمل لنا يعني لينير فيز والروتيشن بيعمل لنا روتيشن فبيسك اقدر ابلاي الكلام ده واقدر ان انا في منتهى البساطه ان انا اقدر احسب الفوري ترانسفورميشن بتاع كل الكومبونس بتاعت الشيب لوجان فانتوم واجمعها زائد بعضية عشان في الاخر اطلع الاناليتيك اكسبريشن بتاع الشيب لوجان فانتوم كله على بعضه طبعا احنا في الاخر عايزين في الاخر نعمل فانكشن ندخل لها كي اكس وكي واي تطلع لنا الكي اكس ال والكي اكس والكي واي او النقطه بتاعه الكي سبيس بتاعه الشيب لوجن اللي هي عند كي اكس وكي واي فطبعا في عندنا هتلاقوا في الويب سايت بتاع الكورس او في الداونلودز ويب سايت في ال بتاع ال اللي هو www.kspace.org هتلاقوا فيه فانكشن بتحسب لنا على طول الكلام ده فممكن تستعملوها بس النقطه لازم يكون فاهمين هي جايه منين الحقيقه دي اكسرسايز ظريف جدا على الفوريه ترانسفورم لان هو في ان احنا خدنا فانكشن وعملنا لها وبعد كده بعد ما عملنا سكيلينج آه عملنا بعد كده شيفت وبعد كده عملنا روتيشن لو كانوا محتاجين نعمل روتيشن وفي الاخر جمعنا كل الكلام ده استغلينا اللينيارتي بقى ان احنا نجمع كل الكلام ده وفي الاخر حسبنا الكلام ده كله عند نقطه معينه لما اجي بقى عايز اعمل سامبلنج باتر معين كل ما عليا اعمله ان انا ايفالويت بقى عند الكي اكس والكي واي بتاعه السامبلنج باتر دي زي ما انا عاوز في الاخر بقى يعني بحط القيم بتاعه الكي اكس والكي واي بتاع كل النقط واطلع بعد كده في الاخر قيم الكي سبيس بتاع كل النقط دي بتساوي كام يعني. ننتقل بقى دلوقتي لاول تكنيك الحقيقه هنبتدي يعني نعمل فيه ريكونستراكشن بايدينا هو البارشل فوري ريكونستراكشن الحقيقه الفكره بتاعه البارشل فوري ريكونستراكشن هي الحقيقه مبنيه على الـ الـ ان الاوبجكت نفسه لو هو ريل ان ايمج سبيس الفري ترانسفورم بتاعه المفروض يبقى هيرميشن هيرميشن معناها ان هو الماجنتيود بتاعه بيبقى يعني ذا سيم بيبقى سيمتريك والفيز بيبقى انتي سيمتريك فمعنى كده لو انا دلوقتي جبت نص النص الكي سبيس المفروض ما ابقاش محتاج النص التاني اكشوالي لان انا كده كده اقدر اجيبه من النص الاولاني دوت عندي سيمتري بروبرتي وانتي سيمتري بروبرتي تسمح لي ان انا اجيب الماجنتيودو والفيز بتاع الجزء اللي ناقص ده بيساوي كام فبيسكلي دي الفكره الاساسيه بتاعت البارش هي جت من كده فعلا لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا كل ما بنأكواير ديتا في الكي سبيس اكتر كل ما احنا بناخد وقت اطول كل ما احنا في الاخر البروتوكول بتاعنا بتاع الايمجنج بيبقى ياخد وقت اطول والبيشنت بتاعنا بيفضل في الماجنت اكتر بيبقى فيه طبعا تعب على البيشنت بيبقى فيه لوس اوف افشنسي بالنسبه لاستعمال المكنه بيبقى فيها حاجات كتيره طبعا ممكن بعض الحاجات بتبقى فيها مثلا مشكله في الار اف دي بتاع السيكونس نفسه فكل ما انا عملت اكوزيشن اكتر كل ما انا يعني كان عندي ار اف دي بوزيشن عند البيشنت بتبقى ممكن تسبب له بعض المشاكل فكل الكلام ده الحقيقه يعني بيشجعنا ان احنا نحاول نقلل عدد السامبلز احنا محتاجينها عشان نريكونستراكت. ففكره البارش فوريي ان هو ياخد نص الصوره او اكتر شويه نص بلس عدد قليل من الخطوط ويجيب لنا في الاخر الايه؟ اللي هو الكومبليت كي سبيس بتاعنا ومنه بقى نحسب الصوره على طول. اوكي؟ طبعا حكايه ان احنا بناخد كذا خط زياده دي ليه؟ هنشوف ان فعلا دي مهمه جدا هنشوفها بعد شويه صغيرين ليه. الحقيقه الريكونستراكشن الايديا دي نفسها في حد ذاتها رغم واجهتها الحقيقه الا ان في بعض الحاجات بتخلي دايما الصوره نفسها بتبقى كومبلكس يعني حكايه الاسامبشن بتاع انها الصوره نفسها ريل طبعا الاسامبشن بتاع الاوبجكت نفسه ريل ده على اساس ان الصوره بتاعت الام ار اي بتكسبرس الدنس بتاعت الووتر مثلا اوكي الاتش 1 دنسي اللي هو البروتون دنسي بتاعت الايه بتاعت الذرات بتاعت الهيدروجين في التيشوز مختلف فالمفروض ان الكونسنتريشن ده صعب جدا ان يطلع نيجاتيف صعب ان يطلع ايماجينري فنقطه احنا بنتكلم على حاجه المفروض ان يطلع شكلها ريل بس المشكله ان احنا بيبقى عندنا بعض الفيلد هوموجينيتي بعض يعني تغيرات في المغنيتيك فيلد هوموجينيتي اللي موجوده في ال في ال في الماجنت جوه بتخلي اجزاء مختلفه من الصوره بتتعرض ل, ل, ل يعني بيبقى لها حاجه زي ديفرنت او سلايتلي ديفرنت ماجنتيك فيلد فالسلايتلي ديفرنت ماجنتيك فيلد ده بيجنريت فيز والفيز ده الحقيقه بيبقى سوبر امبوز او بيبقى مالتيبلايد بي بتاعنا اللي احنا عاوزينه ففي الاخر احنا الموديل بتاعنا دوت ما دقيق قوي الحقيقه فعايزين بقى نشوف هنعمل ايه عشان نحاول نحل المشكله دي جيفن ان احنا عندنا في مشكله ان في فيز موجود مع الايه مع الحاجه الريل اللي انا عايز ايسا. الحقيقه الاسامبشن الاساسي اللي عندنا في الطريقه دي ان احنا عندنا الفيز فاريشنز اللي هي جايه اللي هي مخليالنا الفيلد بتاعنا او الصوره بتاعتنا ما هياش ريل هي فعليا فيري سموث اوكي وده فعلا أسامشن مش بطال لا فعلا في احوال كتير بتبقى فعلا كده unless يبقى في عندنا حته فيها يعني يعني في بعض الحاجات فيها مس او فيها سسبتبلتي ارتيفاكتس او فيها يعني في بعض الحاجات بتبقى يعني حالات خاصه كده ما بتبقاش فيها الحاجات دي متحققه بس في الجنرال كيس يعني في معظم الحالات بيبقى الكلام ده فعلا متحقق فمعنى كده لو هي فعلا سموث لو الفيز فاريشنز دي بتبقى سموث طب انا ممكن احسب لو خدت الجزء اللي في النص ده كده لوحده وحسبت له انفرس فري ترانسفورميشن ما انا جبت صوره وعليها فيز واقدر اخد الفيز دوت ان هو ايه؟ اقعد اخد الفيز ده ان هو استمت الفيز الحقيقي، يعني طبعا احنا خدنا الجزء الصغير اللي في النص ده، نتوقع ان هو يطلع لنا لو باس فلتر فلترد ايمج، بتبقى طبعا فيري بليرد، بتبقى شكلها وحش جدا بالنسبه للديتيلز بتاعت الريزولوشن، اوكي بتاعتها، انما الفيز نفسه ما بيبقاش وحش، الفيز بتاعها نفسه بيبقى مش بطل، بيبقى قريب من الفيز الحقيقي. فالحقيقه احنا ممكن ناخد الفيز ده ونعتبر ان هو ده الفيز اللي موجود ونحاول بقى ان احنا نستغله ان احنا نكومبنسيت بقى يعني ناخد الفيز اللي هو اللي احنا متوقعينه ده وناخد بقى الجزء بتاع كيس بيسي الموجود عندنا هنا ده ونحاول نستيميت منه ومن الفيز اللي احنا عملنا له ده الجزء اللي ناقص طبعا احنا عاده لو احنا عايزين نحسب الفيز بتاع الصوره بنفس السايز بتاعها بناخد الجزء الصغير اللي في النص ده ونعمله بادنج بزيروز من كل الاتجاهات اوكي عشان في الاخر يطلع لي نفس السايز فهنشوف بعد كده كذا طريقه الحقيقه بيحسبوا لنا estimate بتاع الصوره جيفن الحاجتين اللي بقول عليهم دول الفيز ايمج والايه الجزء بتاع الكي سبيس اللي هو زي ما احنا شايفينه كده اللي هو عباره عن النص الكي سبيس بلس فيو لاينز اديشنال لاينز اول طريقه الحقيقه الناس استعملتها هي كونجكت سينثيسس ودي الحقيقه كان الاسامبشن فيها ان الصوره بيورلي ريل اوكي يعني الصوره مش ما فيهاش فيز اصلا خالص فكان الفكره بناخد احنا الكي سبيس بتاعنا ده ونعمل له ناخد السيمتريك فيرجن بتاعته او نعمل له ميرور ايمج يعني نعمل نعمل له يعني ناخد الكونجوجيت سنسز بتاعه او بتاعه من الناحيه الثانيه وفي الاخر نكومباين الاثنين مع بعض عشان يطلع لنا الكي سبيس بتاعنا بشكل عامل ازاي المشكله في الكلام ده الحقيقه ان احنا كان دايما او في التكنيك ده لقوا ان هو دايما فعلا بيلاقوا ان في ميس ماتش بين هنا وبين هنا نتيجة للفروقات في الفيز بين النص اللي هنا ده والنص اللي هنا فالاسمنت بتاعنا هنا ده اللي هو جاي من الكونجيك بتاع الفيز اللي في النص اللي هنا غالبا بيطلعش صح فالحقيقة بيطلع لنا صور في غاية السوء ودي الحقيقة واحدة من الحاجات اللي أنا يعني في الاكسرسايز اللي انا حاطه في اخر المحاضره دي الحقيقه يعني حاطط سامبلز للصور اللي ممكن تطلع بالشكل ده كده وحاطط سامبلز لكي سبيس ممكن نستعمله في حاجه زي كده وبيورينا بوضوح الحقيقه ان الصوره فعلا بتطلع سيئه جدا في التكنيك دوت فالتكنيك ده فعليا ما هواش براكتيكال يعني هو ممكن يبقى ثيوريتيكال لطيف بس ما هواش يعني براكتيكال ما هواش لو ماتش فاليو يعني التكنيك بقى اللي هو فعلا اول تكنيك فعلا ابتدى يلاحظ موضوع الفيز دوت والاسامشن يبتدي يحطوا الاسامشن بتاع ان الفيز دا يعتبر سموث ويبتدي يستغل الفيز دوت عشان يحاول يحسب ال او يستيميت الجزء اللي ناقص هو الجزء بتاع الطريقه بتاعت مارجوزيان مارجوزيان ده واحد كان شغال في شركه اسمها بيكر والحقيقه كان عمل شغل لطيف جدا في الموضوع ده وكان فعلا يعني فتره طويله الحقيقه التكنيك ده كان هو التكنيك اللي شغال في مكان كتير الحقيقه يعني شغال في سيمز الحقيقه عمل التكنيك ده وبعد كده شغال في بيكر كان برده بيشتغل في حاجات الريت اللي الكلام ده برده فيها فبيسكلي بنتكلم على ان الاوريجنال داتا سيت بتاعتها شكلها عامل كده اوكي طبعا هي عباره عن مجموعه من الخطوط وبعد كده في كذا خط كده زياده موجودين في الاخر كويس فاحنا اكشلي بنعمل لهم فلترنج عشان بس يبقى الدنيا سموث عشان ما يبقاش في عندنا هنا ترانكيشن ارتفاكت جاي من هنا ما يبقاش عندنا رينجنج جاي من من الترانزيشن عنيف قوي اللي هنا ده فانا بعمل سموث كده سموثنج فلتر كده يعني باخد مثلا يعني حاجه زي هامنج ويندو ولا هامنج ويندو واخد نصها مثلا واحطها هنا بحيث ان انا اتنقل من زيرو لواحد او اتنقل من زيرو لكل حاجه موجوده بشكل سموث يحسن لي شويه الايه الشكل بتاع الـ الـ الصوره بتاعتي فبيسكلي لما بعمل الكلام ده اللي بعمل فلتريشن ده فلتريشن ده طبعا ممكن اعمله في الكيس سبيس ممكن اعمله طبعا في السبيشال دومين لو انا عملته في الكي سبيس بيبقى طبعا شكله عامل كده بيطلع لي هنا الفلتر داتا بتاعه شكلها كده الفيس كوركشن بتاعي اللي هو جاي لي يعني اللي هو اللي موجود عندي ده بحسب له الفوري ترانسفورميشن بتاعه اوكي وفي الاخر بكونفولف الاثنين مع بعض طبعا دي ممكن نعملها بكذا طريقه ممكن ناخد ده ونروح بيه السبيشال دومين ونضربه في ده ده بالظبط بيعمل ايه بقى يعني لو انا حسبت الفيس بتاعي من الجزء اللي في النص دوت انا باخد عكس الفيس دوت واضربه في الصوره الاستيميتد اللي جايه لي من هنا جايه من النص ده اوكي لما بعمل كده انا عملت ايه دلوقتي انا بيسكلي خليت الفيس اللي كان موجود في الصوره بتاعتي خليته ان هو لو كان موجود في فيز معين ضربته في عكسه ضربته في نيجاتيف الفيز ده يعني في كومبلكس كومبلكس اكسبوننشال في عكس الفيز ده بحيث في الاخر لما بعمل الاوبريشن دي بيطلع لي فيز كوريكتد داتا سيت بتبقى قريبه قوي الحقيقه ان انا اقول عليها انها فعلا الايمج بتاعتها تعتبر ريل وبعد كده بقى وانس ان انا بقى عندي فيس كوريكت داتا سيت بقدر بقى استعمل الكونجكت سنتسز بتاعي عشان اطلع الايه الاوتبوت داتا سيت بتاعي يطلع لي الكي سبيس بتاعي كامل ساعتها واقدر ساعتها اعمل له انفرس فور ترانسفورميشن عشان احسب الريل بارت بقى يعني لما احسب انفرس فور ترانسفورميشن انا باخد الريل بارت بس مش باخد الماجنتيود على اساس ان الريل بارت هو ده اللي انا بدور عليه فالنقطه الفكره تاني ان انا بعمل فلتريشن هنا عشان يبقى الترانزيشن اللي هو من ان في عندي سامبلز ما فيش عندي ده يبقى الترانزيشن سموث بعد كده باخد الفيز كوركتد ده ممكن يا اما نعملها في الفريكونسي دومين ككونفوليوشن مع الفلتر داتا سيت اللي من هنا يا اما اخد دي اوديها للسبيشال دومين واخد دي اوديها للسبيشال دومين واعمل لهم الاثنين كونفوليوشن مع بعض او اعمل لهم الاثنين مع بعض اسف عشان في الاخر يطلع لي حاجه يبقى فيها الايمج بتاعتي تبقى فيها الفيز بتاعي ما يبقاش موجود وانس ان انا بقى عندي الكلام ده بقى عندي حاجه بسميها الفيس كوريكت داتا سيت بقدر استعمل معاها بقى كونجكت سينثسيس ساعتها الكونجكت سينثسيس بقى بيبقى ايه الاسامشن بتاعه بقى ايه يعني فيري كلوز ان هو يبقى يبقى حقيقي يبقى كده فعلا يبقى يبقى شغال مظبوط الطريقه دي الحقيقه في منتهى البساطه وفي منتهى الجمال الحقيقه وبتشتغل حقيقه يعني بتشتغل كويس قوي الحقيقه يعني ممكن واحده من الحاجات اللي انا احب الناس تجربها الحقيقه انها تجرب الطريقه دي لانها في منتهى يعني يعني بيطلع نتائج على طول بسرعه وفي الوقت نفسه هي برضو ات سنس في الايه؟ في الامبلمنتيشن بتاعها. هنلاقي برضو عدد من العدد من الفاريانس بتاع الطريقه دي الحقيقه كلهم برضو مش بعاد عن بعض الحقيقه في الافكار بتاعتهم. يعني هنا مثلا في الطريقه بتاعه كابن او اللي هي بروجكشن كونفكس في طريقتين والحقيقه الاثنين برضو في الاخر الثير بتاعتهم مش بعاد عن بعض قوي في الطريقتين دول الحقيقه هو بيعمل بدل ما كان بياخد الجزء الاصلي بتاعي دوت ويحاول ان هو يعمل له فيس كوركشن لا ده هو بياخد الكونجكت سنتنسز بتاعه او الكونجكت فيرجن بتاعته بعد ما عملت كونجيجيشن وريفلكشن واعمل الجزء ده بقى فيز ريفلكشن فيز كوركشن زي ما كنت بعمل في الجزء الاولاني وبعد كده بعد ما جبت الفيس كوركتد فيرجن منه باخد النص اللي فاضل او الجزء اللي فاضل دوت احطه في مكانه هنا وخلاص يعني هنا ده انا عندي هنا جزء معين اللي هو الاصلي بتاعي انا بعد ما عملت فيز كوركشن للجزء اللي انا عملت له ريفلكشن بعد ما عملت له فيس كوريكشن باخد الجزء دوت كده مجرد ان انا احطه كده زي ما هو كده في المكان ده ويبقى هو ده بعد كده الايه الكيس بيس بتاع بيساوي كام طبعا يعني طريقه مش بعيده قوي بس هو الفرق هنا الاساسي ان انا او تو تو يعني مين ديفرنسز يعني ان انا عملت الفيس كوريكشن على الريفلكت داتا سيت اوكي وان انا بعد كده ما يعني ما ما عملتش كونجيجيشن واديشن لا ده انا اللي حصل الحقيقه ما عملتش كونجوجيت سينثيسز معنى صح انا اللي عملته هنا اكشوالي ان انا عملت ريبليسمنت للديتا في مكانها يعني خدت جزء من من الجزء اللي هو الريفلكتد دوت وحطيته مع الداتا الاصليه عشان اكون الكي سبيس الايه الكلي المظبوط اللي انا ايه عايز اريكونستراكت بيه الصوره بتاعتي. هي في طريقتين برضو مبنيين على اف اي ار فلترز برضو افكار بتاعتهم مش بعيده برضو اللي بيحصل فيها ان انا باخد يعني الفيس بتاعي اللي هو الجزء اللي هو الاصلي بتاعي دوت بجيب الفيس كوركشن بتاعي يعني اجيب الفيس كوركت داتا سيت في الاول خالص وبعد كده اعمل لها فلتريشن طبعا لو احنا فاكرين في 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 مارجوزيان كان بيعمل أول جزء بتاع الفلتريشن ده قبل ما يعمل بعد كده الفيس كوركشن هو هنا عمل الفيس كوركشن أول بعد كده عمل الايه عمل الفلتريشن بعد كده, بعد كده بيعمل بعد كده بعد ما عمل الفيس كوركشن وفلتر داتا سيت بيعمل بعد كده كونجوجيت سنتس بقى عشان يطلع الاوتبوت داتا سيت بتساوي كام يعني. فهو هنا طبعا الفرق هنا الحقيقه ان هو بيحاول ان هو مش بس ان هو يعني يعني بدل ما كان بيعمل الفلتر بتاعي يعني عشان بس اخلي المرحله اللي هنا دي اللي هي اللي فيها ترانزيشن عنيف هنا دي ما تبقاش موجوده لا ده هو الحقيقه يعني خلاها اكتر شويه بحيث ان هو في الاخر يقدر يعمل كونجكت سينثيسز للايه للتو بارتس ويجمعهم زي بعض ويطلع لنا الداتا الحقيقيه بتساوي كام بالظبط فهو هنا الفرق بينه وبين مارجوزيان ان هو عمل فيس كوركشن اول بعد كده تلتريشن وبعد كده عمل برضو زي المارجوزيان ميثود عمل برضو كونجوجيت سنتسز من الفيس كوريكتد وفلتر داتا سيت كريزالتس بقى طبعا الناس ممكن تعمل ايفاليشن بطرق مختلفه وطبعا الناس ممكن تحسب الفيز نفسه بطرق مختلفه يعني ممكن الفيز نفسه اللي هو طالع او الفيز ايمج اللي انا بعملها استيميشن دي ممكن اخدها كفلترد يعني فلترد فيرجن من ال من الفيس بتاع الصورة اللي انا حسبتها او ممكن اعمل لها جنرالايز سيريز اكسبانشن بحيث ان انا اعمل لها موديلنج سيريز وعشان اعمل مثلا اشيل شوية نويز منها او اعمل لها بولينوميال برضو ممكن اعمل لها بولينوميال يعني موديلنج برضو بحيث انها في الاخر ان انا اقدر احصل على حاجة يبقى الفيس بتاعها شكله سموث وفي الاخر بحسب بقى ايرور يعني بيسكلي جلوبال على لوكال او الجلوبال local ايرورز بيساوي كام واحسب بقى الفروقات بينهم بعضهم عامله ازاي طبعا لو انا حسبت الايرور بتاعي هلاقي في مارجوز يعني الايرور الى حد ما كبير مش مش قليل ألاقي بقى كل واحده من دول زي ما احنا شايفين يعني البوكس مثلا هلاقي ان هي يعني فعلا هنلاقي الطريقه فعلا ممتازه جدا يعني الايرور بتاعنا أولمس مش موجود خالص يعني الايرور فعلا ضايع خالص مش مش اكنه مش موجود الكونجكت سيمتري طبعا الدنيا بايظه خالص شكل الصوره في منتهى السوء وبعض الحاجات في الFIAR هنلاقي ان هي مش مظبوطه قوي في الموديفايد فيرجن بتاعتها هتلاقي ان هي احسن شويه بس هنلاقي طبعا الطريقتين دول الحقيقه مش بطلين ابدا في الايه في الايرور بتاعها وهنلاقي طبعا لو احنا قارنا الايرور ميجرز دي طبعا هنلاقي ان هما الاثنين احسن طريقتين طبعا الحقيقه واحده من الحاجات دي يعني ممكن احنا نجرب الحقيقه الطرق دي بنفسينا ونقدر ان احنا نشوف الايرور بتاعهم بنفسينا برضو باي ميجر احنا نشوفه سواء يعني مين سكوير ايرور او اي واحده من الميجر اللي زي كده وممكن اكشولي نجرب بفانتوم اللي احنا عارفينه يعني ممكن نجرب بفانتوم ونحط احنا عليه فيز ونستعمله بعد كده عشان نعمل بيه جينيريشن للريزلتس بتاعتنا ممكن طبعا شيب لوجان فانتوم ينفع بس نحط له فيز يبقى بالاسامبشن بتاعنا ان هو يبقى يبقى يعني سلولي فارينج دي الحقيقه ريزلتس انا مطلعها آه يعني كنت خدت مارجوزيا ميثود آه خدت بقى عدد الخطوط نفسها اللي احنا بناخدها لو خدت 16 لاين يعني انا باخد دلوقتي نص نص العدد ده اللي هو 128 زائد 16 اوكي يعني مزود 16 لاين او 100 256 انا باخد برده 128 زائد 8 فزي ما احنا شايفين دي الصوره دي دي الصوره اللي هي من غير اي حاجه خالص الصوره اللي هي طالعه من غير ما اعمل اي حاجه خالص هي يعني باخد العدد اللي انا مطلعه ده او عدد الخطوط اللي انا مطلعه دوت وهحسب له انفرس ويت و وخلاص حاطط اصفار مكان الحاجات اللي مش موجوده هنا اكشوالي دي الحاجه الاوتبوت بتاع التكنيك ده الاوتبوت بتاع الماجوزيان ميثود دي الصوره الحقيقيه الحاجه اللي موجوده هنا دي الصوره الحقيقيه طبعا زي ما احنا شايفين ان في لو احنا قارنا الصورتين دول ببعض هنلاقي في فروقات كبيره جدا يعني نبص مثلا لاي مكان هنا مثلا طبعا في فرق قوي بين مثلا بتاعه الفنتريكلز هنا والفنتريكلز هنا هنلاقي كل الجايراي اللي موجوده هنا نفس الكلام برده كلها فعلا شكلها ديتيلز بتاعتها احسن بكتير جدا من هنا لو قارنا دي بدي الحقيقه نلاقي فيري جود سيميلاريتي بين الاثنين بعض الحتت ممكن يبقى فيها شويه مشاكل زي الجزء اللي فيه هنا آه اللي هو اللي فيه بلاد فاسل هنا فالبلاد فاسل عاده بيبقى فيه مشكله ان الفيس بتاعه بيبقى الى حد ما بيبقى يعني صعب ان هو يبقى استيميت مظبوط ففي بعض الحاجات بس ما فيهاش مشكله يعني انها ما تبقاش موجوده يعني ففي الاخر بيطلع لنا صوره الكواليت بتاعتها مش بطاله ابدا وفعلا يعني احسن بكتير جدا من الصوره اللي احنا كنا هنحسبها من غير ما نعمل الطرق بتاعه البارشل فوريه طبعا ممكن نبص على الاوت لاين بقى اللي هو الفات رينج اللي موجوده بره خالص دي اكيد في فرق كبير جدا بين دي وبين دي شايفين الثيكنس بتاعها عامل ازاي والشادو اللي موجود هنا شكله عامل ازاي في فروقات كبيره جدا لو باخد 8 هبتدي الاحظ ان الدنيا بقت بلورد اكتر شويه من هنا بس still برضه الصوره مش وحشه الحقيقه يعني بالنسبه ان احنا زودنا 8 لاينز وتشيز يعني تعتبر بالنسبه لدي عدد مش مش سيجنيفيكانت خالص يعني ستيل برضه قريبه انها تكون نص الاكوزيشن وديت الحقيقه شكلها مش بطاله ابدا يعني بس طبعا في فرق واضح لو بصيت على الشادوينج اللي موجود هنا ده اللي هو الرينج اللي موجود هنا ده هلاقي ان هو طبعا بالتاكيد اكتر من هنا فيعني في كل الاحوال طبعا الكواليتي اللي احنا بنحتاجها بتعتمد على الابلكيشن وبتعتمد على يعني كذا فاكتور كده الريزولوشن احنا عايزين عامله ازاي وعدد الخطوط بتاعت الصوره حاجات كتيره الحقيقه فطبعا دي بتبقى عاده الاجهزه بتاعت الام ار اي بتبقى عندها سيتنجز محدده كده لكل واحده من الابلكيشنز بحيث في الاخر تطلع صور تبقى الديجنوستك بوينت بتاعتها تبقى عاليه نبدأ بقى دلوقتي في الكلام على Reconstruction from Non-Uniformed Case Space اللي هو بنسميه أو التكنيك هنسميه conventional grading. conventional grading ده الحقيقة ظهر في أول مرة كفكرة من O'Sullivan، paper بتاعة O'Sullivan بتاعة 1985 وبعد كده في البيبر بتاعت جاكسون ابتدى يشتغل بقى بالتكنيك نفسه او ابتدى يدينا بعض الانديكيشنز كده للبارامترز بتاعت الالجوريزم نفسه تتعمل ازاي يعني ادانا براكتيكال امبلمنتيشن للتكنيك عامل ازاي بس الحقيقه يمكن يعني من احسن البيبرز اللي انا بنصح الناس انها تقراها البيبر بتاعت ماير اللي هي 1992 هي كان جايب فيها يعني خطوات كده مفصله جدا للتكنيك نفسه يتعمل ازاي وكانت اكتر واحده الحقيقه ممكن ان احنا نفولو علشان نقدر نعمل implementation الفكره الاساسيه كالاتي ان احنا بيبقى في عندنا سامبلنج تراجكتوري ده زي ما يكون بقى ممكن يكون اي حاجه راديال سبايرال راندم اي حاجه وبيبقى في عندنا الداتا بتاعتنا موجوده بناخد الاثنين دول مع بعض ونستعمل يعني سيلكت حاجه بنسميها جريدنج كيرنل جريدنج كيرنل ده عباره عن حاجه شكلها اكنها مثلا زي ما نقول كده حاجه زي اكنها كيرنل بتاع انتربوليشن يعني باخد حاجه شكلها جاوسيان مثلا شكلها بيبقى حاجه مش شبه جاوسيان قوي بس يعني حاجه برضو تيبرد كده ويندو كده شكلها برضو بت... لها بيك وتنزل كده بشكل سموث والحقيقه دي بتعتبر حاجه زي انتربريشن كيرنل كده بنستعمله طبعا الانتربريشن كفكره يعني ان احنا بن بنكونفولف الكرنل دوت اللي هو جريدن ده مع ال النقط بتاعه الكي سبيس اللي هي نون يونيفورم وبعد كده نعمل سامبلنج دنسي كومبنسيشن لان احنا طبعا بيبقى في عندنا نقط كتير قوي في ناحيه السنتر بتاع الكي سبيس لو بتكلم على الراديال سامبلنج وكل ما طلعنا بره كل ما الار كبرت او كل ما الراديوس او مسافه عن السنتر بتاع كي سبيس زادت بنلاقي الدنسي قلت فبنعمل دنسي uh كومبنسيشنز ونعمل سامبلنج بعد كده للديتا بتاعتنا للـ للـ للحاجه اللي هي في الاخر عملت لها جريدنج دي او عملت لها كونفوليوشن دي عشان احسب السامبلز بتاعتي على يونيفورم جريد بعد كده بعد ما عملت سامبلنج على يونيفورم جريد بعمل انفرس تو دايمنشن اف اف تي بس النقطه ان احنا بقى نفتكر ان احنا جايبين الديتا بتاعتنا دي من حاجه كانت كونفولت مع جريدنج كيرنل فالحقيقه جريدن كورنل ده شكله عباره عن زي ما اقول كده عباره عن جاوسيان فانكشن صغيره فالجاوشن فانكشن صغيره دي لما بتبقى كونفوفت في الـ في, الـ في الـ دومين طبعا بتعمل لنا ابودايزيشن في الـ في السبيشال دومين يعني الصوره بتطلع لنا كده يعني من الحروف بتاعتها بتطلع اكنها مضروبه في حاجه شكلها كده ايه يعني في السنتر بيبقى له يعني انتاس عاليه وفي الجناب بيطلع انتاس بتاعتها تبقى ايه تبقى قليله فالحقيقه بنعمل لها ابوتازيشن ريموفال ان احنا بناخد اللي هو الكيرن اللي هو شكله عامل كده دوت اللي هو الفوري ترانسفورميشن بتاع او الانفرس فوري ترانسفورميشن بتاع الجريدين كيرنل ونقسم عليه في الايه في الصوره بتاعتنا عشان نشيل الابوتازيشن اللي بتاعنا ده ونطلع الصوره شكلها عامل ازاي فكخطوات بقى اللي هي موجوده في البيبر بتاعت كريج ماير basically بنكونفولف الداتا انتو تو ديمنشنال اراي ده الحقيقه بنضرب كل نقطه من الدنس كومباستيت داتا بوينت باي كايزر باسل ويندو كايزر باسل ويندو الحقيقه ابروكسيميشن لطيف جدا حاجه اسمها بريتس فرايدر فانكشن البريتس فرايدر فانكشن دي دي عباره عن يعني اوبتيمال يعني ابروكسيميشن للسينك فانكشن احنا شفنا في الجزء بتاع ال ويتكر شانون سامبلنج ثيورم ان احنا لو عايزين ريكفر ال السيجنال بتاعتنا اللي هي كانت سامبلز محتاجين نعمل سينك انتربوليشن طبعا احنا ما نقدرش نعمل سينك انتربوليشن جوه الكمبيوتر فالحقيقه البيبر بتاعت اوساليفن الحقيقه كان بيثبت فيها ان لو احنا عايزين نعمل ابروكسيميشن هنلاقي ان في عندنا بعض الفانكشن اللي بنسميها البروليتس فرويد فانكشنز البروليتس فرايدل فانكشن دي تعتبر كومباكت سبورت يعني ابروكسيميشن للسينك فانكشن والحقيقه ك يعني ك يعني مش كديجيتال بقى بنتكلم كديسكريت فيرجن منها هنلاقي الحقيقه كايزر بيسل ويندو من اكتر الحاجات اللي بتمثل او بتبقى قريبه قوي انها تمثل لنا ابروكسيميشن كويس قوي للبريت فرويدر فانكشنز ففي الاخر بناخد الكيرنل بتاع الجريدنج بتاعنا هو عباره عن كايزر بي... كايزر بيسل ويندو ودي موجوده في ماتلاب تحت اسم كايزر فبيسكلي بناخدها فيو جريد بوينتس ان ويت طبعا هنشوف الويت ده بيتحسب على اساس ايه هنلاقي انه في تيبل عندنا موجود عشان يطلع لنا احسن نتائج ون evaluate the results عند كل واحدة من جريد بوينتس within the window ون add the results into the array كويس ونخلي في حاجة ثانية اسمها auxiliary array بن keep track the amount of energy اللي احنا بنحطها في كل جريد بوينت اوكي وفي الآخر يعني يبقى في عندنا تو ارايز دلوقتي احنا دلوقتي كل نقطة عملنا لها كونفوليوشن مع الكيرنل وشفنا النقط اللي حواليها اللي هي ال rectilinear بتاعتنا انهي نقط بتتاثر بيها وحطينا النقط دي زودنا التاثير بتاع النقطه اللي هي بتاعه السامبل بتاعتنا على كل نقط لينيير ومش بس كده بشوف الكيرنل اللي انا يعني الكيرنل هو كايزر بيس الكيرنل دوت الماجنتيود بتاعه عند كل واحده من دول قد ايه واجمعه علشان في الاخر يبقى عندي حاجه اقدر احسب منها ويتد افريج واقدر احسب منها الدنسيتي بتاعه السامبلنج بتاعتي عامله ازاي اوكي في الاخر خالص بعد ما اعدي على كل النقط الموجوده عندي في السامبلز بنورماليز الانرجي في الجريد بوينتس ان انا اقسم الداتا بوينتس على او ديتا اراي بتاعي على الاوكسيلري اراي الاوكسيلري ده اللي هو فيه الكومبنسيشن فاكتور اللي جاي من الكايزر بيس ويندو كان بكام وفي الاخر بعد ما نعمل الكلام ده بنعمل بقى الكومبلكس سوبنشن اف اف تي عشان احنا كده عندنا دلوقتي خلاص ريكتلينير جريد وبعد كده بنقسم بعد كده الفوري ترانسفورم بتاع او بنقسم الصوره بتاعتنا على الفوري ترانسفورميشن بتاع الكايزر بيسل ويندو علشان نعمل ريموف الابودايزيشن الموجود عندنا في الايه في في الصوره بتاعتنا وبعد كده ناخد ماجنتيود بتاع الريزلت عشان يطلع لنا طبعا الصوره المعتاده اللي نقدر نعملها ديسبلاي خلينا ناخد شكل كده من اشكال ال من اشكال اللي هو التوضيحيه عشان يفهمنا الكلام ده بيحصل ازاي هنا انا هتكلم ان عندي النقط بتاعت اللي هي جايه لي اللي هي الجايه اللي عايز اعمل لها ريكونستراكشن هي النقط اللي لونها ازرق هي النقطه دي النقطه دي النقطه دي النقطه دي اوكي النقط اللي انا عايز اعمل لها ريكونستراكشن هي بقى الريكتيلينير جريد اللي موجوده قصادنا دي ممكن اعمل ريكونستراكشن على حاجه اسمها 1 اكس جريد اللي هي النقط اللي لونها احمر هي دي بس اللي محتاجها في ال 1 اكس جريد او ممكن اعمل حاجه اسمها 2 اكس جريد بتبقى ضعف السامبلنج جريد بتاع بتاع الثانيه طبعا احنا عارفين بنعمل سامبلنج جريد في الفريكوانسي دومين بنزوده يعني بيبقى عندنا المسافه بين كل التو سامبلز في الفريكوانسي دومين بقت اقل كده بقت النص يبقى معنى كده الفيلد فيو بتاعي او الشكل بتاع الصوره بتاعتي بتبقى الضعف لو انا متوقع الفيلد فيو بتاعي مثلا يبقى 10 سم هيبقى 20 لو انا عملت ضعف السامبلنج طبعا احنا هنا بنعمل الكلام ده عشان في الاخر بيحصل شويه ارتيفاكتس كده حوالين الصوره فاحنا اكشولي بنعمل ده في الصوره بنحصل على ضعف في الصوره وفي الاخر ناخد الجزء اللي في النص منها ده يعني واحده من الحاجات الحقيقية اللي براكتيكال براكتيكال uh, الناس لقت انها مفيده يعني فنحسب الكلام ده ازاي بقى كل واحده من النقط اللي هي زرقاء دي هتخيل ان حواليها كده شكل كده شكل اللي هو الدايره الكبيره دي اللي هي الدايره اللي لها انتنسي عاليه في النص وبتنزل بعد كده بتبقى غامقه في الجناب ده الكيرنل بتاعي اوكي ده الكيرنل ده كايزر بيسل كيرنل كويس سنتر حوالين النقطه دي وهنا برضو النقطه دي حواليها الكيرنل ده والنقطه دي حواليها الكيرنل ده والنقطه دي حواليها الكيرنل ده اوكي فدلوقتي عايز احسب مثلا النقطه دي اوكي النقطه اللي هي لونها احمر دي النقطه دي هشوف بقى النقطه دي كام واضربها في الكيرنل اللي هو اللي هو مضروب حواليها ده الانتنسي بتاعته هنا كام واجمعها على النقطه دي اجمعها على الداتا اري بتاعه النقطه دي واشوف اللي هو الكيرنل اللي موجود هنا ده قيمته هنا كام واحطه في حاجه اسمها الاوكسيلري اري اوكي ده بالنسبه للنقطه دي اوكي طيب جيت عديت على النقطه دي بعد كده النقطه دي هلاقي ان هيك اللي هو الكيرنل بتاعها شكله عامل كده النقطه دي معنى الكيرنل بتاعها عامل كده يبقى معنى كده هي بتاثر بس على النقط اللي وذين الكيرنل بس هلاقي ان النقطه الحمراء اللي انا كنت عايز احسبها دي وذين النقط دي اوكي يبقى معنى كده هعمل ايه هشوف برضو الايفكت بتاع النقطه دي يعني النقطه دي الداتا داتا بوينت دي قيمتها كام مضروبه في الـ في الفاليو بتاعه الكيرنل نفسه عند النقطه دي بتساوي كام اجمعها على داتا اري بتاع النقطه دي واشوف الايفكت بتاع اللي هو الويندو دي او القيمه بتاعت الويندو دي عند النقطه دي واحطها في الاوكسيري في الاخر هيبقى عندي النقطه دي لها نقطتين مجموعين زي بعض في الداتا اري ونقطتين مجموعين زي بعض في الاوكسيري اري لو بعد كده عشان احسب بقى القيمه بتاعت النقطه دي كام بقسم الداتا اري على الاوكسيري للنقطه دي بمشي بقى بنفس الشكل كده لكل نقطه من النقط الزرقاء بشوف بقى كل النقط اللي انا عايز احسبها او كل النقط اللي على الجريد اللي انا عايز احسبها سواء الجريد الحمراء بس او الحمراء والصفراء وفي الاخر بحسب لكل نقطة من دول الديتا بتاعتها بتساوي كام؟ وبحسب لها الأوكسليري أري بيساوي كام؟ وبقسمهم هما الاثنين على بعض، وفي الآخر باخد النقط نفسها اللي هي اليونيفورم سامبل دي بحسب لها الانفرس Inverse دايمنشنال dimensional Fourier Transformation عشان أحسب الصورة اللي هي بتبقى أبودايزد. باخد بقى الفوري ترانسفورميشن بتاع الكيرنل ده، أوكي؟ الانفرس Inverse Fourier Transformation بتاعه، وأقسم عليه في الصورة علشان أشيل الإيفكت بتاعه في الإيه. في الـ في الـ في في الابوزيشن اللي بيحصل لي في الصوره بتاعتي طبعا التكنيك ده الحقيقه هو في الاخر عباره عن انتربوليشن تكنيك يعني لو فكرنا كده ان احنا النقطه اللي بنتكلم عليها هنا دي دي هتتحسب منين إيه النقطه دي هتتحسب من النقطه دي والنقطه دي بفاكتور معين يعني الاقي في الاخر يعني افكتيف هيبقى النقطه دي مضروبه في فاكتور زائد النقطه دي مضروبه في فاكتور يبقى ايفكتيف دي فعلا اتحسبت كانتربوليشن بين التو بوينتس دول لو بصيت مثلا على نقطه زي هنا دي مثلا النقطه الصفراء دي مثلا النقطه الصفراء دي لو ناخدها واحده بعيده شويه ناخد النقطه الصفراء البعيده دي النقطه الصفراء البعيده دي, دي بعيده عن النقطه دي وبعيده عن النقطه دي يعني الكيرنل ده والكيرنل ده مش بيأثروا على دي خالص يبقى معنى كده النقطه دي تتحسب من هنا بس اوكي وهكذا بقى بنفس الشكل ده كده بنمشي على كل النقط اللي موجوده عندنا ان هو هي النون يونيفورم سامبلز واشوف الايفكت بتاعها او بحسب النقط اللي حواليها بزود التاثير بتاع دي على كل النقط اللي حواليها وذين الكيرنل اللي حواليها دوت واجي هنا برضو نفس الكلام واجي هنا نفس الكلام واجي هنا نفس الكلام وفي الاخر خالص اخد الداتا اري بتاعي اقسمه على الاوكسيلير اري بقى عندي دلوقتي الاستيمت بتاع تو دايمنشن فور ترانسفورميشن اللي بعمل له بعد كده انفرس وبعد كده بعمل له ريموفال ابودايزيشن يبقى انا كده حصلت على الصوره بتاعتي الحقيقه التكنيك ده هو زي ما بقول كده وفي الاخر انتربوليشن والحقيقه الكيرنل سايز دي بقى هي اللي كانت المحور بتاع البيبر بتاع جاكسون جاكسون والمجموعه بتاعته هي اللي هي اللي عملوه فيه اللي هو فعلا يعني حطوا تيبل لو انا عايز اعمل 1 اكس جريد انا المفروض اخد الويندو ويت بتاعتي كام؟ وطبعا حطوا كذا نوع من انواع الويندوز يعني في عندنا تو term كوزاين في 3 ترم كوزاين او جاوسيان في البيبر نفسها حاطين بقى ديفينيشن لكل واحده من الويندو دي في الاخر هم شكلهم ويندو شكلها ايه طالعه ونازله كده شبه جاوسيان فانكشن كده زي الجاوسيان دي كده بس ايه باشكال مختلفه والكايزر بس طبعا بيبقى ايه موجوده برده بنفس بنفس الشكل بس الكايزر بس الحقيقه بتتعرف ببارامتر اسمه بيتا لو شفنا في 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 مات الفانكشن كايزر هنلاقي ان البيتا هي بتبقى ديفايند يعني هي دي بتبقى ديفايند وعلى اساس كده بنحدد الايه بنحدد الويندو دي شكلها عامل ازاي كل واحده من الويندوز دي بتتحدد ببارامتر وبتحدد بوث يعني هي نفسها ممكن يبقى نفس البارامتر بس الوث اقل ففي الاخر بيبقى شكلها ممكن تبقى طالعه ونازله بسرعه او ممكن تبقى طالعه ونازله ببطء حسب بقى انا باخد هنا الداتا بتاعتي شكلها عامل ازاي هو هنا بيقول لي ان انا لو خدت الويندو ويت بتاعي كذا مع مثلا جايزر بيسل كذا يبقى معنى كده لازم اخد البيتا دي بتساوي كذا اوكي فطبعا دي بتسهل لي كتير جدا بدل ما انا اقعد اجرب في حاجات وممكن ما تطلعش ايه ما تطلعش ال... النتائج بتاعتي كويسه هنا الكلام ده محسوب على الريجولر جريد الريجولر جريد زي كما كنا شايفين في الصوره هي النقط اللي لونها احمر لو انا عايز اعمل ريكونستراكشن على النقط الحمراء والصفراء بقى اللي هي دبل سامبلنج ريت اللي هي النقط الحمراء والصفراء مع بعض الحقيقه بستعمل ايه بستعمل الجزء اللي هو بتاع تيبل الاثنين دوت اللي هو فيه الايه 2 اكس جريد اوكي بيبقى فيها بارامترز مختلفه شويه لان احنا بيبقى عندنا ساعتها ريزولوشن مختلفه شويه في الايه في الـ في الكي سبيس فطبعا احنا في الاخر زي ما بقول لو احنا عاملين 2 اكس سامبلنج يبقى احنا في الاخر هيطلع لنا في الفيلد اوف فيو بتاعنا هيطلع لنا الضعف في الفيلد اوف فيو فباخد انا الاريا اللي في النص يعني لو فرضا انا دلوقتي عندي 2 اكس سامبلنج ده كان 512 نقطه اوكي انا بيرجع لي في الصوره بتاعتي الصوره بتاعتي طلع لي 512 اوكي انا هاخد ال 256 اللي في النص يبقى هي دي الصوره بتاعتي المظبوطه اللي انا استعملها برمي الجزء اللي بره ده خالص لان انا زي ما احنا عارفين كده لما بنعمل آه يعني سامبلنج بالشكل ده كده بيبقى في الاخر الفيلد فيو لو هو ما فيهوش حاجه هو عاده ما بيبقاش فيه حاجه فعلا بيبقى المفروض يكون فيه صفار بس هو اكشولي بيبقى فيه شويه ارتيفاكتس كده جايه من ان احنا طبعا بنعمل انتربوليشن ما هوش اكزاكت يعني ما بيطلعناش حاجه مظبوط 100% فطبعا بيبقى بيستغل بقى الجزء اللي بره دوت ان هو بيبقى جزء من الارتيفاكتس اللي موجوده فيه فبتخلي الصوره نفسها بيبقى الكواليتي بتاعتها احسن شويه طبعا هي بتاخد وقت اطول شويه في الريكونستراكشن بس الحقيقه هي مفيده جدا والحقيقه شكلها بيبقى بيطلع فعلا النتائج احسن شويتين من ال 1 اكس سامبلنج جريد. الحقيقه في بعض العيوب الخطيره موجوده في الجريدنج ميثود دي رغم ان من هي منتشره جدا وبتكلم مثلا قعدت مثلا شغاله مثلا يعني لسه شغاله لغايه دلوقتي الحقيقه يعني هي مثلا الناس بتتكلم عليها في اوائل التسعينات لسه لغايه دلوقتي شغاله والحقيقه كان يعني الفترة طويله كانت هي لوحديها ما كانش في طرق ثانيه يعني. فاول حاجه الصوره اللي احنا بنطلعها دو كل الصور اللي احنا بنطلعها reconstructed ايمجز يعني دو نوت ريبريزنت اوبتيماليتي ان اني سنس يعني دلوقتي الصوره اللي احنا مطلعينها دي هل احنا نقدر نكليم انها لي سكويرز او مين مينيمم يعني مينيمم مي سكوير ايرور ما فيش اي حاجه تقول لنا ان هي كده فعلا يعني ففعليا بيبقى في مشكله ان احنا نقول انها اوبتيمال من اي اتجاه في الوقت نفسه بيبقى في فاريشن اوف بيرفورمانس وذ فورم اوف كيس سبيس تراجكتوري يعني هنلاقي ان حسب الشكل بتاع كيس كيس trajectory ممكن يطلع لنا جريدنج results يعني في في احسن من تراجكتوري تاني دي طبعا مشكله الحقيقه وفي نفس الوقت برضو ما فيش عندنا اكسبلسيت ميثودولوجي عشان اعمل تريد اوف بين الاكيورسي والسبيد بتاعت الريكونستراكشن لو انا عايز دلوقتي اعمل ريكونستراكشن للديتا بتاعتي دي بسرعه جدا عشان بس اشوف حاجه بسرعه اوكي هل في طريقه تعمل لنا الكلام ده في الجريدنج لا ما فيش اوكي يبقى يعني مفيش اي حاجه تخلي الاكيوريسي ممكن ان احنا نقول رايح مش مشكله الاكيوريسي دلوقتي عايزين نشوف الصور بسرعه وبعد كده ممكن نكونستراكت بعد كده بشكل ادق لا دي مفيش عندنا حاجه تعمل كده في الجريدنج والحقيقه مفيش اي بوسيبيليتي to progressively improve the accuracy of the reconstruction يعني ايه الكلام ده progressive progressive امبروفمنت uh, improvement معناه ان انا دلوقتي الصوره بتاعتي حصلت على استيميت ليها اوكي ممكن اشتغل كمان شويه ويتحسن الاستيميت ده لا في الجريدنج ما هياش كده لو انا حصلت على صوره ببارامترز معينه وعايز احسن الصوره دي هريكونستراكت البارامترز الثانيه من اول وجديد مش هستفيد من الريكونستراكشن القديم ده فدي حقيقه كلها حاجات الحقيقه تعتبر ديس ادفانتجز فعشان كده الحقيقه احنا فكرنا في الجروب بتاعنا الحقيقه ان احنا نعمل طريقه مختلفه شويه بحيث تقدر ان هي لنا المشاكل اللي موجوده في الجريدنج ميثود ففي البيبر دي الحقيقه كانت اللي هي بروجريسيف ريكونستراكشن الحل ده كان الجبرايك سوليوشن يعني حل جبري يعني بنحل من ماتريكس والحقيقه نقدر نعمل iterative reconstruction that provides an optimal solution in the least square بقى في عندنا اهو optimality موجوده، والحقيقه موجوده مبنيه على براكتيكال ايمجنج موديل، يعني فرضين مثلا ان احنا عندنا الصوره بتاعتنا عايزين نطلع احسن صوره، والصوره دي كبيكسلز عباره عن يعني بنتكلم عليها مثلا انها بيس وايز كونستنت عشان تبقى شكلها بيكسلز بقى، نطلع احسن شكل في كايمج بقى في الايه؟ في الديجيتال فورم، فعليا بنستعمل براكتيكال موديل للصوره. والحقيقه عندنا progressive reconstruction برضه موجود ان احنا لو في عندنا estimate نقدر نحسن عليه كمان يعني مش بيبتدي من الصفر بقى بيبتدي من estimate ده ونحسن عليه وفي عندنا برضه ميكانيزم بسيط ان احنا يسمح لنا ان احنا نتريد اوف بين الأكيوراسي والسبيد. التكنيك بتاع progressive reconstruction بيعتمد على شوية assumptions أول حاجة هن بيس piecewise constant spatial domain representation اوكي عشان نريبريزنت the display using pixels. يعني بيسيك بنتكلم على الصورة مكونة من مجموعة من البيكسل كل بيكسل الحقيقة ما نقدرش نقول البيكسل دي نفسها عبارة عن يعني حاجة شكلها مش يونيفورم، لا هي بتبقى يونيفورم. والصورة can be represented by the sum of 2D ريكت فانكشنز، يعني نقدر نشوف بقى ريكت فانكشنز احنا شفناها في الفورية فورية اوبتكس، ونستعملها بقى إن احنا نبني بيها مجموعة من الصور بتاعتنا أو مجموعة من النقط اللي موجودة عندنا في الصورة بتاعتنا علشان نقدر نكون الصورة as a summation of 2 dimensional ريكت فانكشنز. هنأسيوم السبيشال دومين بتاعنا ان هو كومباكت يعني بيسكلي الفيلد اوف فيو بتاعنا از اولويز فاينايت لينث وده طبعا حاجه بتتحقق دايما في الام ار اي مثلا بالذات في كل الميديكال ايمج موداليتيز نقدر نعتمد ان هو الكلام ده متحقق فنقدر ساعتها نحط الصوره بتاعتنا بالشكل ده كده عباره عن الفا ان و M في ريكت فانكشن في اكس ماينس اكس ان وواي ماينس واي ام اوكي يعني ايه الكلام ده احنا عندنا دلوقتي دايركت فانكشن عباره عن دي عباره عن بيكسل كويس والبيكسل دي ده موديل بتاع بيكسل يعني عباره عن ريكت اللي هو عباره عن نقطه في نقطه اوكي وبحرك انا بقى السنتر بتاعه يبقى عند اكس ان واي ام اوكي ويبقى عندي ال بتاعتي بتبقى متعرفه بالبارامتر اللي هو الفا دوت اللي انا عايز ان انا في الاخر ان انا احسبه وده طبعا بيبقى عباره عن سميشن من يعني عن على ان وام اللي هم السايز بتاع الاكس والسايز بتاع الواي بتاع الصوره. اوكي؟ فده عباره عن مجموعه كولكشن اوف بيكسلز معموله كديفينيشن بالشكل الايه؟ مبني على الموديل اللي احنا بنتكلم عليه هنا دوت. طب دلوقتي لو احنا حبينا نأبلاي الفوريه ترانسفورميشن على الكلام ده، عايزين ابلاي بقى كونتينيوس فوريه ترانسفورميشن، احنا فعليا زي ما احنا بنتكلم ان احنا السامبلز بتاعتنا اللي جايه لنا في الام ار اي هي اكشوالي سامبلز فروم from a continuous rate transformation mesh discrete rate transformation وكنا قلنا برضو الفرق بين الكونتيوس والدسكريت في continuous بيبقى عندنا بنسامبل الحاجه الحقيقيه في discrete بيبقى عاملين assumption ان احنا عندنا uh, sampling periodicity فطبعا ده بيبقى بيخلي الدنيا معقده شويه فلو احنا خدنا الـ continuous rate transformation بتاع الشكل اللي موجود عندنا دوت هنلاقي طبعا احنا عندنا ال rect function زي ما احنا فاكرين كانت بتروح لسنك في سينك. لو احنا فاكرين اوكي والسينك ده بيعتمد اكشولي على القيمه بتاعه الايه القيمه بتاعه الويت بتاعنا اللي هنا دوت اللي هو الويت بتاعنا اللي موجود عندنا في الاكس وفي الواي اوكي اللي هو الويت بتاع البيكس نفسها كام وطبعا وانس ان احنا عملنا Fourier ترانسفورميشن الفري ترانسفورميشن فانكشن في اكس وفي واي يعني الجزء ده بس اللي هو اللي هيحصل له هو اللي هيحصل له بس transformation ترانسفورميشن الالفا ان و M دي ملهاش علاقه خالص والفيز اللي هو جاي نتيجه للشيفت اللي موجود عندنا من هنا ومن هنا زي ما احنا شايفين فينا شيفت وفينا شيفت الشيفت اللي هنا والشيفت اللي هنا يطلع لنا في الاخر في شكل لينير فيز بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت فالجزء اللي بره ده هو ده عباره عن الفوريه ترانسفورميشن اللي هو السينك في سينك بتاع البيكسلز بتاع كل واحده من البيكسلز وهنا الفا ان و اللي هي الانتنسي نفسها مضروبه في ايه لينير فيز لينير فيز في اكس وفي واي حسب الايه المكان بتاع البيكسل فين بالظبط لو انا بصيت على الشكل ده كده انا اقدر احط الشكل ده في شكل لينير سيستم لينير سيستم دوت هيبقى نلاحظ طبعا احنا عندنا السايز بتاعنا لو بنتكلم على ان دي الام والان بيساوي بعض يعني ان بتساوي ام او ام بتساوي ان اوكي هيبقى السايز بتاعنا هنا عدد الالفات اللي الفا فاليوز الموجوده عندنا هنا ان سكويرد اوكي فهنحط كل الفاليوز بقى الثانيه اللي موجوده عندنا هنا اللي في السميشن دي هنحطها بقى في اري في ماتريكس واحط الالفا اللي هي من الفا 0 0 لغايه الفا ان N وان او ان ماينس 1 وان ماينس 1 تبقى هي الاري بتاع الايه؟ بتاع الفاريبل بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو في بتاعنا اللي هو الاري بتاعنا احنا عايزين نحسبه. اوكي فالسيستم اوف ايكويشنز طبعا البي بتاعنا هو عباره عن الايه السامبلز بتاعت الكي اكس والكي واي اللي عندنا فطلع بي بتساوي ايه في في اوكي ده لينير سيستم متعرف من الايكويشن دي طب دلوقتي احنا بنتكلم على ان السامبلز اللي عندنا ما هياش هنا اكشولي احنا ما يفرقش معانا السامبلز بتاعتها تبقى يونيفورم ولا مش يونيفورم لان احنا عندنا الكي اكس والكي واي فاليز ما فيش عليهم اي ريستريكشن خالص انا ممكن احط كي اكس وكي واي باي فاليوز يعني لو عندي سبايرال سامبلنج بحط هنا في البي فاليوز بتاعتي احط كي اكس والكي واي واحط كورسبوندنج ليها الناحيه الثانيه في الكوفيشنز بقى الموجوده في الماتريكس ايه ديت احط الكوفيشنز بتاعتي بتاعت الكي اكس والكي واي حسب ما هي ايه حسب ما هي موجوده في الايه في الـ في سامبلنج بتاعنا فما عندناش اي مشكله خالص في الاكسبريشن دوت ان احنا نعمل يعني فورم سامبلنج ويبقى الاكسبريشن بتاع اللي هو اللينير سيستم دوت بيعرف لنا الحل بتاعنا ريجاردلس بقى انا عندي يونيفورم سامبلينج وانا ران يونيفورم سامبلينج طبعا لو انا قدرت ان انا احط الماتريكس او السيستم بتاعي في شكل ماتريكس ايكويشن المنظر ده كده بطبيعه الحال لو انا قدرت احل الماتريكس ايكويشن دي يبقى انا كده حليت الريكونستراكشن بروبلم وقدرت ان انا استيميت اللي هي الفي اللي هي مكونه من الالفا فاليوز دي اللي هي عباره عن النقط بتاعه الصوره فعليا يعني. بس المشكله الحقيقيه زي ما كنت بقول ان احنا عندنا نقط n سكوير في n سكوير يعني دي عندنا n square نون فالماتريكس a دي هتبقى n square في n square وده رقم فلكي لما بتكلم مثلا عندي الصوره بتاعتي ممكن تبقى مثلا say 1000 في 1000 1000 في 1000 يبقى بتكلم على الماتريكس a بتاعتي هي عباره عن مليون في مليون رقم فلكي طبعا صعب جدا ان انا اتخيل ان انا احل ماتريكس ايكويشن السايز بتاعها مليون هنشوف بقى ازاي ان احنا هنلاقي طريقه ان احنا نحسب الانفرس بتاع الكلام ده والحقيقه الطريقة دي انا عملتها في سنه 2002 وكنت ساعتها بستعمل كمبيوتر 386 والحقيقه قدرت اعمل على الكمبيوتر 386 دوت المساله دي بمنتهى البساطه فالحقيقه في بعض الحلول او بعض الافكار ممكن هي تبسط الحل بتاع المساله دي اللي شكلها معقده جدا توصلها انها تبقى فعلا تقدر تعملها على يعني كمبيوتر بمودست كابابيلتيز او تعملها في وقت يعتبر سريع جدا فبيسكلي لما بتكلم على الميتريك سايز بتاعتي ان سكوير في ان سكوير برضه الاحظ انها كومبلكس فاليود لان انا عندي كل الحاجات كانت كومبلكس اكسبوننشال سامبلز كومبلكس اكسبوننشال فكلها كانت كومبلكس فاليود فطبعا حاجه ضخمه جدا جدا فلو انا بتكلم على 128 128 وده طبعا صوره صغيره مش كبيره بتكلم على 16000 في 16000 طبعا حاجه ضخمه جدا فالشكل بتاعها بيبقى عامل كده زي ما انا شايف ده ده عباره عن البريزنتيشن بتاع اللينر سيستم اللي بتكلم عليه دوت اوكي فطبعا الشكل دوت كده يعني زي ما احنا شايفين كده رقم يعني شكله فعلا ضخم جدا جدا فعايزين نلاقي طريقه بقى علشان نحاول نحل السيستم دوت مشكلتنا في السيستم ده ايه بقى؟ ان كل واحده من اي تو ذا جي دي دي اكشوال ماجنتيوت بتاعها بواحد فالماتريكس دي بنسميها دانس دانس معناها ان ما اقدرش اقول ان في عندها قيم صغيره قوي اقدر اشيلها اعتبرها بصفر لما بيكون عندي قيم كتيره بصفر في الماتريكس بتسهل عليا جدا ان انا بقدر ان انا احل بالحاجه اسمها سبارس ماتريكس تكنيكس بتسهل عليه جدا في الحسابات وبتسرع جدا في الايه في الطريقه بتاعت التعامل مع الايه مع الماتريكس نفسها فزي ما كنت بقول البروبلم الاساسيه بتاعتنا ان الاي ماتريكس بتاعتنا دنس والحقيقه computation كومبلكس بتاعت السولوشن از prohibitive لو بتكلم مثلا لو احنا فاكرين في الجزء بتاع الماتريكس كومبيتيشنز لو عايز اعمل يعني بتكنيك زي الاس في دي مثلا عايز احل ماتريكس ايكويشن كان الاوردر بتاعنا اوردر ان كيوبد لما بتكلم على ان انا اوريدي الماتريكس ايكويشن بتاعتي ان سكوير في ان سكوير يبقى معنى كده بكلم على اوردر ان اس 6 في الحساب يعني رقم فلكي لو انا بكلم على صوره 128 وعايز انقلها مثلا يعني يبقى الحل بتاعي اجيب مثلا 256 الفرق اللي هو الضعف في السايز دوت هيبقى 2 اس 6 تايمز اللي هو بنتكلم على 64 مره الوقت اللي باخده عشان احسب ال32 في 32 رقم فلكي رقم ضخم جدا جدا فبتكلم ان احنا لازم نلاقي طريقه ان احنا نعمل آه يعني حاجه تخلي الماتريكس دي ما تبقاش بالشكل اللي هي عليه دلوقتي نحاول نخليها سبارس باي شكل فالفكره او السوليوشن استراتيجي بتاعتنا او الايديا بتاعت الميثودولوجي دي ان احنا تو تراي تو ميك ذا اي ماتريكس سبارس باي سيكينج ا كومباكت ريبريزنتيشن اوف روز ان ترمز اوف سوتابل بيزس فانكشنز فالفكرة بقى ان احنا نعمل الكلام ده طبعا احنا ملاحظين طبعا ان احنا عندنا الروز والكولومز بتوعنا كلهم شكلهم عبارة عن كومبلكس اكسبونشالز فهم عبارة عن هارمونكس فليه ما نحاولش ان احنا نعمل representation ليهم in terms of Fourier transformation bases اوكي زي ما احنا كنا بنتكلم على Fourier transformation ان هو احنا بنعمل اكننا بنعمل, احنا بنعمل, احنا بنعمل Uh, يعني ريبريزنتيشن للفانكشن بتاعتنا in terms of basis functions عايزين نعمل الكلام ده بقى هنا بالظبط هنابلاي one دايمنشن Fourier transformations للروز او الكولومز بتوع الماتريكس بتاعتنا ونشوف الانرجي او نشوف الدنيا هيبقى عامله ازاي بعد ما نعمل الكلام طبعا احنا لو عايزين نعمل حاجه زي كده لازم نعمل على الطرفين بنفس الشكل يعني لو انا عندي دلوقتي a x بتساوي b لو انا عملت اي حاجه في الماتريكس a لازم اعمل حاجه زيها بالظبط في ال b عشان يبقى الطرفين بتوع equation بتوعنا ما حدش فيهم اتغير عن التاني فهنشوف الكلام ده هنعمله ازاي لو احنا عملنا مالتيبيكيشن للروز بتاعت السيستم بتاعنا ب ان ام بوينت ديسكريت Fourier ترانسفورم ماتريكس اتش هنلاقي حاجه لطيفه جدا ان احنا يعني فعليا هنلاقي ان اول حاجه هنلاقي ان الروز بتاعتنا اوكي تحولت بعد ما كانت شكلها يعني كلها يعني قيم بتاعتها كلها وحايد اوكي أه هنلاقي ان احنا بعد ما ضربنا في الاتش ماتريكس دي اللي هي عباره عن الفوري ترانسفورميشن ماتريكس ان باي ام بوينت ديسكريت فوري ترانسفورميشن اوكي أه هنلاقي ان احنا في الاخر هنحصل على حاجه شكلها كده يعني ده شكل الفوري ترانسفورميشن ماتريكس ما بقاش كل الدنيا بقى وحايد لا ده بقى في نقط وحايد في نقط لها قيم كبيره ونقط كتيره قوي قيمها اول الصفر صفر فلو خدنا رو من الروز اللي موجوده عندنا في الماتريكس دي هنلاقي شكلها عامل كده في نقط فعلا لها قيم يعني النقط دي لها قيم وفي نقط كتيره في النص الحقيقه كلها بصفار طب خلينا نحاول طيب نستغل دي بقى ان احنا نخلي الماتريكس بتاعتنا تبقى سبارس بس ازاي بقى ان انا ابلاي الفوري ترانسفورميشن ماتريكس دي على الروز بتاعت الاي وفي الوقت نفسه امينتين الكلام ده على البي اللي هنعمله كالاتي الماتريكس ايكويشن بتاعتنا بي بتساوي ايه في v. هنعمل مالتيبيكيشن للاتش بتاعتنا يعني بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده انا هنا هضرب اتش هيرميشن في اتش احنا يعني فاكرين طبعا الفوري ترانسفورميشن نفسه بيبقى لو احنا خدنا الفوريه ترانسفورميشن او خدنا الهرميشن بتاعه الهرميشن بتاعه طبعا هو عباره عن ان انا بحط كل جي بماينس جي يبقى معنى كده ان انا يعني لو كنت بتكلم على اتش دي فورية ترانسفورميشن ماتريكس يبقى اتش هيرميشن دي الانفرس بتاعها لما بضرب الاتنين دول في بعض بيدوا ايدنتيتي ماتريكس فمعنى كده الاتنين دول مع بعض في النص كده ما فيهمش مشكله انا ما غيرتش حاجه دلوقتي اوكي وانس ان انا عملت كده يبقى انا ممكن اخد الاتنين دول مع بعض كده ويبقى دي عباره عن اتش في ايه هرميشن اللي هي عباره عن يعني وكل الكلام ده هرميشن مضروب في 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 اللي هي عباره عن اتش في في اوكي يعني اتش في في دي هي عباره عن الفوريه ترانسفورميشن بتاع الفيكتور اوف كوفيشن بتاعتها او هي الالفا فاليوز اللي موجوده عندي دي اوكي لما انا عملت اتش في ايه هرميشن كده يبقى انا فعليا الفوريه ترانسفورميشن ماتريكس اتش ديت هتبقى ابلايد على الروز بتاعت الايه مش على الكولمز لو كانت اتش في ايه كانت هتبقى ابلايد على الكولمز انما لو عملتها اتش في ايه هرميشن يبقى انا كده عملت لها ابلكيشن على الروز اللي بقت دلوقتي في مكان الكولومز نتيجه للكونجيجيت ترانسبوز اللي موجود هنا عندي دوت اوكي فالشكل دوت هو شكل الماتريكس اللي هي اللي فاضيه او اللي فيها نقط قليله اللي هي نون زيرو اللي انا كنت بشوفها من شويه دي فكده انا حولت اكشوالي الكلام ده لشكل سبارس ماتريكس ريبريزنتيشن وده الحاجه الاساسيه اللي انا كنت عاوزها الحقيقه هسمي انا الماتريكس السبارس ماتريكس دي بقى اسميها ام اوكي والحقيقه طبعا زي ما احنا عارفين ان في منتهى الصعوبه ان الدنيا تبقى سبارس معناها ان يبقى في عندي نقط نان زيرو ونقط ثانيه زيرو بالظبط ففعليا عشان نخلي الدنيا سبارس هنشوف القيم اللي قليله كفايه ونخليها تبقى بصفر اوكي فبيسكلي هناخد برسنتج ايتا اه من الكيرنل انرجي ان ايتش رو ونخلي الباقي كله بصفار يعني نشوف الحاجات الميجور اللي لها تبقى كبيره كفايه والباقي بقى اللي هو القيم الصغيره دي كلها نخليها بصفار بدل ما تبقى مثلا 10 اس 15 ولا حاجه زي كده يعني عايزينها تبقى بصفر عشان يبقى في الاخر في الحسابات بتاعتها ما نعتبرهاش خالص. ف ده البارامتر اللي هو البرسنتج اللي بناخدها دوت من الكيرنل انرجي بتاعتنا ده هو ده الحاجه الوحيده اللي بنعتبرها بارامتر في السيستم دوت او في الميثودولوجي دي يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي بنختارها او الدكتور بيختارها عشان يشوف هو ياخد قد ايه من النقط اللي موجوده ياخد قد ايه من النقط اللي هي اللي في كل رو او يعني في واحده في كل واحده من الروز الموجودين في الماتريكس A بتاعتي عشان في الاخر يبقى النسبه بتاعت السبارس بتاعتي بتبقى قد ايه فطبعا دي بتبقى لها علاقه مباشره بالايمج كواليتي والكومبيتيشن كومبلكستي كل ما كبرت الايتا دي كل ما الايمج كواليتي عالي بس الكومبيتيشن كومبلكسي برده بتعلى قوي اوكي فدلوقتي نقدر نستعمل بقى السبارس ماتريكس تكنيكس عشان نعمل ستورج ومانيبيليشن للنيوز لينير سيستم يعني بدل ما كنت محتاج ان انا استور الماتريكس ايه دي في ان سكوير باي ان سكوير اري لا ده دلوقتي هعملها ستورج في عدد النقط يعني في يعني في في, في داتا تايب هو عباره عن عدد النقط اللي نون زيرو اللي موجوده فيها فده طبعا بيبقى عدد اقل بكتير جدا من عدد النقط اللي موجوده عندي في الايه في الماتريكس كلها فالفكره عامه باختصار ان احنا دلوقتي خدنا الكيس سبيس تراجكتوري بنفورموليت اللينير سيستم ايكويشن بتاعتي بدلاله السبيشال دومين موديل بتاعي والكيس سبيس سامبلز بيطلع لي من الكلام ده دنس لينير سيستم بعمل انرجي كومبريشن ترانسفورميشن اللي هو عباره عن الجزء اللي انا ضربت فيه في الاتش والاتش هيرميشن دوت عشان احصل في الاخر على sparse linear system وفي الاخر هستعمل بقى واحده من الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها في حل linear system equations وهي very efficient هي هي conjugate gradient method عشان نقدر احنا إيه نطلع في الاخر solution بحط هنا stopping condition طبعا يعني ممكن احط condition على الايرور او condition على يعني العلاقه بين ممكن عدد الiterations نفسها اخليها condition يعني في حاجات كتيرة ممكن احطها ككونديشن عشان انهي بيها الإتريشن بتاع ال conjugate gradient طبعا عارفين conjugate gradient لو احنا سيبناه هيقعد اتماكسيمم ال بتاع الايه؟ بتاع الماتريكس نفسها، طبعا السايز بتاع الماتريكس نفسها هتبقى كبيرة أوي زيادة، فاحنا عايزينها تبقى أقل كتير قوي من السايز دوت، فغالباً احنا بنحدد بنفسنا الاستوب كونديشن بتاعنا هيبقى عبارة عن إيه. فالنتائج بتاعتنا بقى الحقيقة اللي طلعناها إن احنا عندنا لو احنا عملنا 1 ايتريشن يعني خدنا 256 by 256 وكنا استعملنا بقى ديتا من أناليتيكال شيب لوجن اللي احنا لسه متكلمين عليه من شوية بريديال سامبلنج اول اتريشن طلعت لنا كده دي نمره 2 3 4 5 6 7 8 يعني شايفين احنا مثلا ابتدينا نشوف نتائج كويسه من اول هنا يعني بعد حوالي بنتكلم على اتريشن نمره 7 ما احتجناش نعمل اكتر من كده اكشولي يعني نلاقي ان الفروقات في الاخر خالص مش مش فارقه كتير الحقيقه عندي يعني بعد فيري فيو سامبلز او فيري فيو اتريشنز بيطلع لنا نتائج فيري امبرسيف طبعا لما بتكلم على حاجه زي كده احنا فاكرين طبعا ان احنا عندنا الكومبلكس بتاعت الشيب لوجن او الكومبلكس بتاعت الكونجوجيت gradient كانت بتعتمد اساسا على عدد الـ على سايز بتاع الماتريكس بتاعتي طبعا لما بتكلم على السايز بتاع الماتريكس كنت بتكلم عليها على اساس ان انا كنت بعمل ماتريكس فيكتور multiplication فكان الاوردر بتاع الماتريكس فيكتور multiplication ده كان اوردر ان سكوير طبعا احنا ما بنعمل سبارس ماتريكس مالتيبيكيشن سبارس ماتريكس فيكتور مالتيبيكيشن مختلفه تماما لان انا دلوقتي عندي عدد السامبلز اللي موجوده عندي في كل رو بقت اقل بكتير جدا من سايز بتاع الماتريكس فالحقيقه دي لنا كتير جدا وفي الوقت نفسه عدد الايتريشنز بتاعنا قليل ففي الاخر وقت بقى فعلا بقى في منتهى يعني, يعني 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 منتهى ال الروعه يعني بالنسبه للايه بالنسبه للريل تايم بيرفورمانس لو خدت بقى ريل ديتا يعني خدنا ديتا من من فانتوم حقيقي دي نفس الكلام برضو هنلاقي الداتا بتاعتنا دي اول ايتريشن ثاني حاجه الامبرسيف الحقيقه ان بعد اول ايتريشن بتشوف شكل يعني الطرق الثانيه الحقيقه زي الجريدنج بنلاقي ان احنا ماشيين طريقه كلها ما بنشوفش الصوره اللي في الاخر خالص فطبعا احنا هنا بالشكل ده كده احنا ممكن اكشوالي يبقى الصوره بتعمل ريكونستراكشن قدام الدكتور وهو يختار يقف امتى يعني لغايه لما يلاقي الصورة بقت كويسة وخلاص يقف لغاية لما يكون هو عايز ولو انا فرضا وقفت هنا وعايز اكمل بعد كده اجيب هنا انا ممكن اعمل كده فعلا يعني ممكن ان انا ابتدي من هنا واكمل تاني ده مجرد بس ان انا باخد ده حل intermediate في الconjugate gradient iteration بستعمله بقى اكمل عليه بالconjugate gradient برضو اقدر احصل على حل ايه حل احسن بكتير قوي من الحل اللي كنت جايبه قبل كده، فزي ما احنا شايفين في الاخر يعني بعد 10 iterations بقى اولموست الصوره بتاعتنا بقت يعني جاهزه ان احنا نبص عليها ما فيهاش اي حاجه محتاجه ان احنا نحسن فيها اكتر من كده. لو بتكلم بقى على السبارستي اللي بتحصل عدد الاليمنتس بر رو يعني الرو بتاعنا لو احنا فاكرين السايز بتاعه ان سكوير. ان سكوير يعني بتكلم ب 950 رقم فلكي بتكلم مثلا 950 دي يعني 2 اس اس 8 في 2 اس 8 يعني بتكلم على 2 اس 16 اللي هي بتكلم على 64 كي 64 الف اوكي فلو انا بتكلم عن ان انا بعمل البريزرفيشن انرجي اللي هي الايتا بتاعتي اللي انا بختارها بقى لو انا بعمل البريزرفيشن انرجي بتاعتي 95% ممكن يبقى عندي اكشوالي اقل من 10 اليمنتس بالرو يعني بدل ما كان عندي 64000 اليمنت لا ده انا ما عندي اكشولي 10 يعني شايفين الفرق عامل ازاي فرق ضخم جدا جدا فبعض الافكار البسيطه كده ممكن تحسن لنا البرفورمانس بشكل يعني فعلا بيبقى غير غير تقليدي ويبقى فعلا برفورمانس بيبقى ساعتها بيبقى يعني يتحسن بشكل صعب ان احنا نحصل عليه بالطرق العاديه فطبعا هنا كل ما احنا طبعا بنزيد بالبرسنتج بتاعتنا طبعا عشان نوصل 100% نوصل بقى ال 64000 فعلا كلها انما بلاحظ ان انا ممكن اوصل لحاجات مثلا 97000 او 96000 مثلا ولا حاجه 10 elements لو بحصل مثلا على يعني حاجه قريبه من 99% بيبقى مثلا 40 element 40 من 64000 ده رقم فلكي اوكي فطبعا احنا بنتكلم عاده على 95% طبعا بتبقى ممتازه جدا فطبعا بتبقى بالنسبه لنا ممكن ناخدها ونعتبر ان هي فعلا مش بطاله ابدا بالنسبه للايه بالنسبه reconstruction لو بصينا على الريليتيف ايرور بتاعنا الايرور بتاعنا بيساوي كام مع نفس الايتا برضو هنلاقي ان احنا برضو بنقل برضو يونيفورملي كده يعني لو احنا خدنا 70% بيطلع مثلا حاجه مثلا ايرور حاجه زي 11% لما بنوصل عند 95% كايتا اللي هي الانرجي بتاعتي اللي انا لها بريزرفيشن اللي هي قصادها حوالي حاجه اقل من 10 اليمنت بنحصل على حاجه زي 2% ايرور 2% ايرور ده فيزيكالي او يعني فيجوالي ما بيبقاش متشاف خلاص اساسا يعني فعامة بنلاقي ان احنا فعلا ب 95% وصلنا لأكيرسي مش بطاله ابدا بـ relative error قليل وفي الوقت نفسه الوقت بتاع الحسابات بتاعتنا يعني يعتبر مناسب جدا لل real-time performance. لو احنا جينا بصينا بقى بنظره يعني يعني تحليليه شويه للطريقه بتاعت البروجريسيف progressive construction هنلاقي ان هي بتدينا فول كنترول over trade-off between الأكيرسي complexity. وده باختيار الايدا بتاعتنا او الانرجي بتاعتنا اللي بناخدها بتبقى كام؟ هي النسبه بتاعت الانرجي بتاعتنا بتاخدها كام؟ زي ما احنا شفنا كده كل ما زودنا النسبه بتاعت الانرجي كل ما احنا علينا عدد الاليمنتس وكل ما الاكريس بتاعتنا بقت اقل كل ما الاكريس بتاعتنا بقت اعلى يعني الايرور بتاعنا بقى اقل فطبعا دي بتدينا على طول بارامتر واحد يقدر يظبط لنا التريد اوف دوت وفي نفس الوقت الكوبتيشن كومبلكس الحقيقه دي بتطلع الحقيقه كومبريبل للكونفشنال جريدنج وده حاجه طبعا دي فيري يعني اميزنج الحقيقه ان احنا بنحل لينير سيستم بالتعقيد ده ويطلع في الاخر قريب قوي في الوقت بتاع الحساب بتاعه في الـ في الـ في الـ في الـ في حاجه زي جريدنج وهي تعتبر يعني كرود يعني تعتبر مجرد بس انتربوليشن انتربوليشن بسيط يعني مش معقد يعني فده طبعا حاجه مفيده جدا ان احنا نبقى عارفين المعلومه دي عشان ما يبقاش حاسين ان احنا بالحاجه اللي احنا عملنا لها جين دي اللي هي الاكيورسي بتاعتنا والطريقه بتاعتنا اللي بتدينا اوبتيماليتي ما خسرناش حاجه من ناحيه الكومبليشن كومبلكس بنتكلم على برضه بروجريسيف reconstruction از بوسيبل يعني معنى كده ان احنا ممكن باي صوره في النص ممكن نكمل بعد كده اتريشن من نفس الصوره دي ونحسن عليها بعد كده وكل صوره بعد كده بتطلع احسن من اللي قبليها فده طبعا يعني نتيجه ان احنا بنستعمل كونجوجي جريدين وده iterative بروسيجر وطبعا يعني هي بتعتمد ان احنا بندخل انيشال سولوشن ونبتدي بعد كده نكمل بعد كده في الايه في البروسيجر بتاعت الكونجوجي اكتر طبعا بنتكلم على ان يعني ممكن احنا كمان مش بس ان احنا نعمل حاجة تبقى آه يعني آه آه يعني نفس الصورة هي هي نكبل نفس البرامترز ده ده احنا ممكن اكشري ان احنا لو احنا عاوزين آه فرضا عملت مثلا صورة بسرعة علشان انا اشوف الصورة بسرعة عشان بس اعرض الصورة للدكتور بسرعة عايز انا بعد كده اوف لاين اريكونستراكت الصورة دي بقى باكيرسي عالية ده ممكن اغير بقى كمان الايه الصورة بتاعتي اخد الايتا بتاعتي او اخد الانرجي بتاعتي حاجة مختلفة ومنها الحقيقه اقدر اطلع كواليتي اعلى بكتير جدا بالنسبه للصوره بتاعتي. في الحقيقه الجزء بتاع الريكونستراكشن في الفريكوانسي دومين من الاجزاء اللي فعلا لو الواحد اشتغلها بايدي شويه في بعض البروجكتس صغيره كده ممكن الحقيقه تفرق معاه جامد جدا ان هو يفهم الكونسبت بشكل اعمق يعني. فالحقيقه انا حاطط بعض الداتا سيتس في الويب سايت بتاع الكورس على اساس ان احنا ممكن ناخد داتا سيت دي ونعملها ريكونستراكشن بمجرد بس تو ديمنشن انفرس فري ترانسميشن حطت الداتا سيت عباره عن ريكتريينير سامبلد ام ار اي داتا سيت يعني عباره عن صوره معمول لها سامبلنج بشكل ماتريكس فكل اللي عليا اعمله ان انا هقراها وفي برنامج بتاع القرايه موجود برده على الويب سايت وهعمل لها ريكونستراكشن بس بمجرد ان انا اعمل انفرس تو ديمنشن اف اف تي الحقيقه يعني برده من الحاجات اللي ممكن نجربها ان احنا نكتب برنامج نيفيريفايد بروجكشن سلايس ثيرم Uh, using a sample 2D phantom يعني ممكن نحط مثلا سكوير ولا حاجه ونجرب احنا فيه كده نحسب احنا البروجكشن بيساوي كام ونحسب السلايس في ال2 ديمنيشن فور ترانسفورميشن يعني المقابله ليها بتساوي كام ونقارن الاثنين ببعض نتاكد ان فعلا البروجكشن سلايس دي بتتحقق زي ما احنا قلنا ممكن برضو نعمل انترليست سامبلنج على فانكشن ممكن نختار اي فانكشن في الدنيا اي فانكشن ممكن سينك فانكشن اي حاجه يعني حاجه تكون كومباكت مثلا حتى نعمل لها سامبلنج sampling و يعني بيسكلي نستعمل بقى ال ال يعني الانترليس فوري ترانسفورم اللي احنا اتكلمنا عليه علشان نحسب الايه الفوريه ترانسفورم بتاعه ونشوف هيطلع مظبوط ولا لا طبعا احنا يعني نستعمل فانكشن نبقى عارفين شكل ال ال بتاعه يبقى عامل ازاي اناليتيكال فوريه ترانسفورميشن عشان نقدر نعمل له انترليس في الفريكونسي دومين وطبعا دي عباره عن تطبيق مباشر للايكويشنز زي احنا شفناها في الايه في الجزء ده طبعا بعض الناس الحقيقه اللي الواحد شافه يعني ان ممكن يبقى الايكويشن شكلها بسيط كده بس لما الناس تيجي تقعد تشتغل عليها فعليا في الواقع يعني عشان تشت... تطلع صوره بقى وكده ممكن يبقى بعض التيرمينولوجي او بعض الاجزاء اللي في الايكويشنز ما تبقاش مفهومه فدي واحده من الاكسرسايزز برضو عشان تبين للناس ال... 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 الاجزاء اللي مش مفهومه في الجزء ده وممكن ممكن برضو نعمل امبلمنتيشن بقى للشيب لوجن فانتوم اناليتيكال شيب لوجن اللي بقول لكم عليه دوت ده الحقيقه انا هحطه على الويب سايت آه للي عاوز ان هو يبص عليه بس انا بنصح الناس كلها انها تجرب ان هي تعمل له امبلمنتيشن هي بيفهم حاجات كتيره جدا بالنسبه للفوري ترانسفورم برضه ممكن نكتب شورت باراجراف على واحده من الطرق بتاعه Partial فوري ريكونستراكشن آه يعني مجرد بس ان احنا نقرا الطرق نفسها ونشوف ايه الطريقه المحدده اللي انا شايف ان هي بالنسبه لي آه بتميك سنس اكتر وليه برضه ممكن احنا بقى نستعمل الداتا اللي موجوده عندنا الويب سايت عشان امبلمنت بقى واحده او اتنين او اكتر يعني ممكن امبلمنت واحده بس هي يعني مارجوزيان مثلا ولا حاجه ونتاكد ان هي فعلا بتطلع لنا كي سبيس يبقى شكله مظبوط زي ما انا كنت وريت لكم في المثال اللي كان موجود في وسط المحاضره برضه يط... يستحسن طبعا عشان نبص على الاريا دي نفهم ايه اللي موجود فيها نعمل ليتريتشر سيرش وطبعا هدفنا في الكورس دوت كجراديوت كورس ان احنا نحاول نخلي الناس تبقى اورينتد لل research بتعمل ازاي يعني بمعنى بنتكلم على فكره والفكره دي بنروح نعمل عليها ريسيرش بنكتب عليها شويه كلام كدوكيمنت ممكن احنا نعمل عليها شويه برامج علشان نعملها فيريفيكيشن وممكن بعد كده كمان ايفينشوالي بقى في الاكشوال ريسيرش بقى ممكن احنا نجرب حاجه مختلفه شويه او نغير فيها حاجه صغيره ونجرب نشوف ايه الفرق بين الحاجه المتغيره والحاجه الاصليه فطبعا من الحاجات اللطيفه اللي نعملها برضو ان احنا نعمل ليترشر سيرش على التوبيك بتاع البارشر فور لأنه لان هو الحقيقه من التوبكس اللطيفه اللي لها براكتيكال ابلكيشن مهم الحقيقه برضه ممكن نعمل نفس الكلام هو هو على النون فورم سامبلنج وده طبعا برضه مهم جدا لأنه هو برضه موجود في في, في تكنيكس كتيرة بتاعت تبقى مشهوره في الفليمر في بالذات يعني وعايزين تبقى برنامج يعمل لنا الجريدنج اللي هو Conventional جريدنج دوت grading دوت زي ما احنا كنا شفنا هو يعني بنمشي ستيب باي ستيب كده على البيبر بتاعت ماير على الستبس بتاعت البيبر بتاعت ماير هي يعني زي ما احنا شفنا الستبس اللي احنا كنا حاطينها مبتدئين من ستيب نمبر 4 الستبس اللي قبل كده اكشولي ما هياش مهمه قوي لو احنا عملنا الاسم على الاوكسيلري اللي احنا عملناها دي ففعليا ممكن احنا نطلع كواليتي مش بطال الحقيقه من غير ما نعمل الجزء الجزء بتاع الدنسي كومبنسيشن ممكن برضو نكتب برضه باراجراف صغير كده على ازاي ان احنا نقارن الكواليتي بتاع ديفرنت كونستراكشن ميثودز يعني ايه الحاجات اللي احنا لو احنا عندنا صورتين طلع لنا من تو ديفرنت تكنيكس لنفس الداتا ازاي نقارن بين الصورتين دول وازاي ان احنا نحاول نحسن او ازاي ان احنا نلاقي كومباريزون uh, كرايتيريا نقول ان الصوره دي احسن من دي طبعا دي حاجه من الحاجات المهمه جدا وانا بحب الحقيقه اطرح اسئله كده على الناس بحيث ان هي تدور عليها وهتلاقي فيه اجابات كتيره الحقيقه ليها مش اجابه واحده يعني مفيش اجابه واحده صحيحه لا ده فيه اجابات كتيره وكلها الحقيقه صحيحه برضه نفس الكلام برضه ممكن نعمل فيريفيكيشن بسيط كده على التكنيك بتاع البروجريسيف ريكونستراكشن علشان نشوف الكومباكتنس كومباكتنس ده بيشتغل ازاي يعني هنكرييت الاي ماتريكس او هنجنريت الاي ماتريكس بتاعتنا ونحسب الفوري ترانسفورم بتاع الروز بتاعتها ونشوف فعلا نطلع الرسمه اللي انا كنت موريها كده اللي هي عباره عن مجموعه من البيكس كده وفي النص في صفار او في النص في قيم قليله عايزين نشوفها كده ونجربها على اي واحده من التراجكتوريز اللي احنا ممكن نفضلها يعني سواء راديال او سبايرال او اي حاجه فطبعا واحده من الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا ببساطه نقدر نعملها جينيريشن بدلاله التراجكتوري اللي هو كي اكس والكي واي بتاعتي عباره عن ايه واقدر على طول بسهوله جدا من مجرد نحسب احسب وان دايمنشن ترانسفورميشن بتاع واحده من الروز مش كلهم ممكن على طول اقدر اشوف اذا كان في ريدكشن ولا ما فيش ريدكشن برضه نفس الكلام ممكن ان احنا نبص على نفس التكنيك اللي هو بتاع البروجريسيف ريكونستراكشن ده ونتخيل ان احنا عندنا Rectilinear سامبلنج يعني بدل ما كان عندنا نون يونيفورم سامبلنج عندنا Rectilinear سامبلنج عايزين نشوف الماتريكس بقى اللي موجوده عندنا دي هيطلع شكلها عامل ازاي يعني عايزين كده نفكر ونجرب بنفسنا حتى يعني بايدينا نشوف الماتريكس نفسها اللي موجوده عندنا في اللينير سيستم بتاع الريكونستراكشن دي لو كان السامبلنج بتاع يونيفورم في 2 Dimensions يعني في الكي وفي الكي واي شكل الماتريكس هيطلع عامل ازاي لو احنا هن reconstruct n by n image أه، عايزين نحسب الاكزاكت exact number of computations ما هيش order بقى أه، يعني لو احنا بنحسب في التكنيك بتاعنا اللي هو الكذا ميثود ده او اللي هو البروجريسيف ريكونستراكشن ميثود ده عايزين نحسب بقى الكومبيتيشنز عندنا عامله ازاي طبعا عندنا دلوقتي تكنيك بتاع كونجوجيت gradient عندنا جزء بتاع سبارس ماتريكس multiplication ماتريك فيكتور multiplication محتاجين ان احنا نفكر في الحاجات دي كده وان ات ا تايم كده عشان في الاخر نوصل لاكسبريشن علشان يطلع لنا في الاخر الطريقه دي بتاخد وقت قد ايه او بتاخد عدد من الكومبيتيشنز بالظبط قد ايه طبعا كل الحاجات دي بتعتبر جود اكسرسايزز على اساس الناس تجرب حاجات هي فعليا في الاخر ممكن هي تشوف لها تطبيقات ثانيه في بروبلمز تانية كل الحاجات دي الحقيقه كلها generalizable لحاجات ثانيه وكلها الحقيقه بتعلم بعض السكيلز اللي ممكن تبقى مهمه في الجراديوت كارير فاتمنى الناس كلها تحاول تحل exercises دي المحاضره الجايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم في موضوع مختلف عن El goes ultrasound image construction.